بيبدأ المسلسل مع طفل مميز جدا لقى نفسه في نهاية العالم، وأبوه كان شايله وبيهرب بيه لحد ما وصلوا لعند حديقة ويلستون الواسعة. مين الطفل ده والموضوع بدأ ازاي؟ نرجع بالزمن لفترة اسمها التدهور العظيم، وفي الفترة دي كان موجود دكتور شاطر اسمه دكتور سينج، كل يوم الصبح بيودع مراته الجميلة راني وبيروح للمستشفى اللي كان بيشتغل فيها وبيستقبل كل المرضى بكل ابتسامة حلوة، كان بيعالج الكل كبار وصغار، والموضوع كان ماشي كويس جدا لحد ما في يوم جات لواحدة المستشفى وكان عندها دور بارد، فبيعالجها وخفف عنها وطلب منها تجيله تاني يوم علشان يطمن عليها، ولكن ما كانش مطمن لكحتها. وبالليل لما رجع للبيت فضل ان هو يكمل الابحاث وفي نفس الوقت بيتفرج على الماتش بتاع اللاعب المشهور تومي وخليكوا فاكرينه، وتاني يوم بيتكرر نفس السيناريو، بيودع مراته ويروح للمستشفى، ولكن النهارده هتبدا الحكايه علشان المريضه جت للمستشفى، ولكن المره دي لقى ان حالتها بقت اسوأ بكتير، وساعتها الدكتور كشف عليها وادها علاج، بس هنا بيلاحظ حاجه غريبه، لقى ان صبع ايديها الصغير عمال بيرتعش، الموضوع شكله اكبر من مجرد برد، فبدا يعمل الفحوصات اللازمه، وكانت النتيجه اللي خلت الاوضاع كلها تنقلب، وعلى طول عزلوا البنت دي لوحدها علشان اكتشفوا ان عندها فيروس خطير جدا، واللي بدا ينتشر في البلد كلها والمستشفى تتزحم بالحالات اكتر واكتر. وسينج بقى مضطرب وقلقان جامد علشان شايف الناس كلها قدامه بتعاني، وبدا الموضوع يسوء اكتر واكتر لحد ما الحكومه بنفسها طلعت بيان وقالت ان الفيروس الجديد بقى خطير جدا اكتر من الطاعون نفسه، ولو محدش منكم بيصلي فالاحسن يصلي، دي نهايه العالم. في الوقت اللي كانت المدينه كلها بتعاني من الفيروس، كان الطفل المميز بتاعنا وابوه بيهربوا من المدينه كلها، وبيحاول الاب ان هو يعمل لنفسه ولابنه عالم جديد بعيد عن كل ده، وساعتها الدكتور سينج اكتشف موضوع خطير، وهو ان الفيروس دخل لبيته واصاب مراته. بسرعه يقوم واخدها للمستشفى علشان يعالجها، بس لما طلع من البيت لقى ان الشارع كله فوضى والناس عماله بتضرب في بعضها عاوزين فلوس وعلاج، والحكومه كمان بتعمل حظر تجوال، ولكن سينج كان كل همه ان هو ينقذ مراته. قدر ان هو يدخلها للمستشفى علشان تتعالج، ولكن هنا بيكتشف موضوع اخطر، لان الممرضه جت اخدته لعند الحضانه اللي فيها الاطفال اللي لسه مولودين، ولما راح لهناك لقى اولياء الامور كلهم عمالين بيعيطوا علشان كل الاطفال طلعت مهجنه، اللي عنده جناحات واللي ظهر له شعره ديل واللي بمناخير دب واللي وشه ارنب او قرد، الاطفال كلها مولوده غريبه، محدش فاهم اللي عمال بيحصل وايه علاقه الاطفال المهجنه بالفيروس الجديد، ومن فيهم اللي ظهر الاول قبل التاني. من وقتها واي طفل بيتولد بيكون نص بشري ونص حيوان، وبقوا بيعملوا عليهم تجارب وكمان فحوصات علشان يدرسوهم. والمعلومه هنا ان الطفل المميز اللي كان مع سينج هو كمان مهجن وعنده قرون وودان غزال، وده هو جاس. بعد ما مشوا المسافه طويله جدا قدر ابو جاس ان هو يلاقي مكان قديم جوه غابه وكان موجود فيه بيت مهجور، وعلى طول بدا ان هو يجهزه ويجهز المكان حواليه علشان يبدا حياه جديده مع ابنه هنا، وبقى بيعمل كل حاجه، جهاز علشان يجيب الميه، وحتى قصر الاطفال هو اللي بيعملها لابنه، وفضل الاب عايش معاه سنه ورا الثانيه، وكان جاس عمال بيكبر شويه بشويه وابوه بيعلمه التعليمات ده علشان يحافظ على امانه ويفضل عايش بسلام معاه، فبيقول له لو سمعت اي صوت او شفت اي حد قريب على طول لازم تستخبى، وحوط المكان كله بسور ومنع جاس ان هو يعدي السور ده لاي سبب مهما كان، ويفضلوا يلعبوا في التلج ويصطادوا مع بعض. وكل عيد ميلاد لجاس الاب كان بيعمل له هديه جديده، يا اما قصه يقراها له او دبدوب من الصوف، وكان طول الوقت بيخبيه من الطيارات اللي بتعدي من فوقهم واللي كانت بتحذف اوراق واعلانات عن المحميه الطبيعيه اللي عملوها للاطفال المهجنه. والطفل كان في يوم قاعد بيقرا في كتاب الحواديت بتاعه لحد ما يشوف غزاله واقفه وراه، ويظهر ان هو حس ان دي هي امه علشان عندها قرون وودن زيه. راح بسرعه جري لعند ابوه وساله هو احنا ليه ما نقدرش نطلع بره السور؟ انت قلت لي لما اكبر هتقول لي كل حاجه، دلوقتي انا عندي 7 سنين لازم اعرف. فيحكي له الاب الحكايه من الاول، وقال له لما انتشر المرض واتصابت ناس كتير وماتوا حصلت معجزه وظهر جنس جديد من الناس، هو انتوا المهجنين، والناس اللي نجوا من الوباء افتكروا ان انتوا السبب في المرض، علشان كده كانوا بيقتلوا كل مهجنين بيشوفوهم، ودلوقتي الاوضاع بقت بره السور كلها فوضى ودمار والكل بيقتل في بعضه، ولو حد فيهم لمحك هياخدوك ويقتلوك معاهم. فيرد عليه جاس ويقول له على فكره النهارده انا شفت غزاله وكنت فاكر ان هي امي. فرد عليه الاب وقال له لا، امك مشت وسابتنا من زمان، الغزاله دي مش امك. وبالليل بعد ما جاس بينام الاب بيقرر ان هو ياخد الصندوق اللي كان حافظ فيه ذكرياته القديمه مع مراته ام جاس، وقرر ان هو يروح لعند شجره جنب البيت علشان يدفن كل حاجه تحتها ويديها لجاس لما يكبر، في الوقت اللي يكون جاهز ان هو يستوعب فيه الحكايه كلها. ولما جه عيد ميلاده الثامن ابوه عمل له نبله علشان يدافع بيها عن نفسه، وده بياخدها تاني يوم وفضل يلعب بيها، ولما شاف الغزاله اللي مفكرها امه راح جري وراها لحد ما خرج
خرجت بره السور بتاع الحديقة، ووقتها جاز بيجرب ان هو يعدي السور لكن بيلاقي ابوه وراه واخده بسرعة ورجعه تاني جوه الحديقة، وفضل يزعق فيه عشان كسر القواعد وعدى السور. فجرى بسرعة على اوضته وفضل يعيط، وفجأة الاب بيسمع صوت على باب السور فراح يستعد عشان يواجه اللي جاي ده ويمشيه. فيجري جاز بسرعة عشان يشوفه، ولكن بيستخبى عشان التاني ما يشوفهوش، وبيلاقوا ان واحد بيدور على اخته وقرب من السور بتاع الحديقة. فوقفوا الاب بالبندقية وسألوا انت مين وبتعمل ايه هنا؟ فرد عليه الراجل وقال له انا اسف معرفش ان انت معسكر هنا، انا بدور على اختي، المدينة بقت كلها فوضى والوباء عمال بيقتل كل الناس اللي موجودة، ده غير ان الناس اللي عايشين بيقتلوا في بعض علشان الفلوس والخدمات، وكل ما يشوفوا هجين يقتلوه علشان فاكرين ان هو السبب. عندك مانع لو قعدت معاك؟ هنا الاب بيقول له انا بقالي 9 سنين هنا عايش لوحدي ومش عايز اي حد يعيش معايا. المفاجأة بقى ان لما الاب دور وشه كان الراجل الغريب ده هرب، ومش بس كده ده كمان ساب علامات على السور علشان جماعته تعرف المكان ده وتستولى عليه. وهنا الاب بيخاف جدا على ابنه فشل العلامات كلها من على السور، وطلب منه ما يطلعش من الاوضه لحد ما يرجع له، وخرج هو بحقنه من العلاج بتاع الوباء عشان يشوف الناس دي عايزه ايه. وبيعدي الوقت والطفل لسه موجود جوه الاوضه لوحده، وفجاه بيسمع صوت في البيت وبيفتكر ان هو ابوه، ولكن بيلاقي الغزاله بتاعته اللي كل شويه بتطلع له دي. فجاه بيسمع صوت صراخ جامد وبتخاف الغزاله وتجري. بيقرر جاس ان هو يخرج وهو مرعوب عشان يشوف ابوه، وبيلاقي فعليا ان هو راجع من تاني بس شكله تعبان جامد، فبيجري عليه ولكن الاب بيطمنه وهو بيغمى عليه. وجاس بياخد ابوه جوه البيت وبيفضل يعالجه وياكله، بس يظهر ان الاب اخد الوباء لما طلع لبره. وتاني يوم لما يفوق الاب بيكون عارف ان هو خلاص بيموت، وبيبدا يفهم ابنه كل حاجه علشان يقدر يعتمد على نفسه. بيقول له امك مش غزاله جاس، امك كانت بشريه زيي وكان اسمها بيردي، انفصلنا ولكن هي كانت بتحبك جدا. فبيساله جاس طيب ممكن لما تخف نروح ندور عليها؟ فرد عليه وقال له ما ينفعش تطلع بره السور، انت وعدتني، لكن انا محظوظ لاني عشت معاك اخر 9 سنين في عمري. وبمجرد ما بيروح لابنه علشان يجيب الفطار بيرجع للاسف بيلاقي ابوه ميت على الكرسي وفي ايده مفاتيح كتيره، فياخد المفاتيح وهو قاعد زعلان ومش عارف هي بتاعت ايه. بس وقتها بيقرر ان هو راجل البيت خلاص، وهو يا دوب لسه عنده 10 سنين، فبيروح يعمل كل حاجه ويهتم بالاكل والزرع، وفي نفس الوقت بيلعب وبيعمل اشكال من التلج والقش، وكمان عمل شخص كبير من القش كانه ابوه اللي مات علشان يتكلم معاه. بس جاز برضه لسه صغير ما يقدرش يعمل كل حاجه لوحده، فبيتعصب ويروح يولع النار في كل حاجه، والمشكله ان النار دي بتطلع دخان عالي جامد. وبعد شويه بيرجع على البيت فبيلاقي ان خريطه ابوه كان عاملها له، والخريطه دي بتعرفه مكان الشجره اللي دفن تحتها الصندوق. فيقوم رايح مطلع الصندوق ويفتحه ويلاقي فيه صوره امه اللي كانت مكتوب تحتها بلد اسمها كولورادو. فبيروح يدور على الخريطه وبيلاقي المكان ده موجود فعليا، فبيجهز كل حاجته علشان يروح للمكان ده ويدور على امه. بس بعد ما جهز كل حاجه وخرج من الحديقه بيلاقي شوكولاته مرميه على الارض، فبياخدها وبعدها بيلاقي واحده تانيه. بس بيظهر ان الموضوع كان فخ، لان فجاه بيلاقي واحد طلع بمسدس علشان يقتله، بس بيقدر الطفل ان هو يهرب ويستخبى منه. للاسف بقى بيجي واحد تاني من وراه وبيمسكه وبيقول له صاحبه مسكته، انا عمري ما شفت هجين براس غزال، على فكره ده هيعمل لنا ثروه، ده اللي هيغنينا، يا ترى نوديه المعمل يعملوا عليه تجارب ولا نوديه للسلطات؟ الطفل بدا يصرخ ويقول لهم ابعدوا عني يا وحوش، فبيستغربوا جامد لانه بيتكلم، عمرهم ما شافوا هجين بيتكلم، ولسه واحد فيهم هيضربه اخد سهم في راسه وموته. وفجاه بيظهر واحد ضخم جدا من ورا جاس، وهو ده اللي بيكون بيضربهم بالسهام ويموتهم واحد ورا التاني، وبيموت واحد والتاني يهرب. المفاجاه بقى ان الشخص ده هو نفسه اللاعب المشهور تومي اللي كان الدكتور سينج بيحب يتفرج عليه وعلى مبارياته. بيهرب منهم جاس وبيروح على بيته ويستخبى، لكن بعد شويه بيلاقي تومي داخل للبيت وبيدور عليه وبيلاقوه يقول له انت نسيت النبله بتاعتك، فبياخدها جاس بسرعه وبيصوبها عليه علشان يهدده، وبيقول له تومي انت مين وعايش هنا بقالك قد ايه وفين ابوك؟ فرد عليه جاس وهو بيحاول يتظاهر بالشجاعه ويقول له ابويا زمانه جاي وهيقتلك. وقتها تومي بيعرف ان الولد ده وحيد، فيقول له الناس اللي بره هم الصيادين الشريرين نفسهم ياخدوا القرون بتاعتك عشان يبيعوها غاليه جدا، لازم تخلي بالك كويس، النار اللي ولعتها عملت دخان عالي وخليهم يعرفوا مكانك. وبعد كده بيخرج تومي وبيصلح ماسوره الميه اللي كانت في الجنينه، وبيلاقي ان الطيور بتيجي على الزرع وبتاكله، فبيعمل له حيله كده علشان ما يجوش الزرع من تاني، وطول الوقت بيديله النصايح عشان يهتم بالزرع والاكل كل ده. وجاس كل شويه بيضربه بالنبله علشان يهدده، وتومي بيستحمل ده لانه عارف ان الولد يتيم، فيقول له انت بتحب تاكل حلويات صح؟ انا بقى هسميك سويت توث، طالما انت مش عايز تعرفني اي حاجه عندك ماشي، بس خلي بالك لو خرجت بره السور هيمسكوك وكمان يقتلوك. فبيساله جاس هي فين كولورادو؟
دورادو، فقال له تومي بعيدة جدا، عايز تروحها ليه؟ فرد عليه وقال له أمي هناك. فيرد عليه تومي ويقول له مش هتعرف تروح لها لوحدك، فخليك في مكانك أحسن لك. وبعدها بيسيبه يمشي في طريقه. يمكن جاز بيستسلم شوية لفكرة إن هو لازم يفضل يحمي البيت، لكن فجأة قرر إن هو يغير رأيه ويروح لعند أمه. فبيجهز حاجته بسرعة وبيجري في الحديقة ويعدي السور والجبال بسرعة لحد ما يلاقي تومي من تاني، فبيقول له خدني معاك. بس علشان نعرف قصة جاز بالكامل لازم الأول نتعرف على الشخصية المهمة، الدكتورة إيمي. دكتورة نفسية، ولكن كانت حاسة إن هي مش عارفة تعيش حياتها، لأنها قبل انتهاء العالم كانت بتروح العيادة بتاعتها وبتسمع المرضى وشكواتهم. ولما انتشر الوباء واتصابت بيه مريضة عندها، خافت إيمي وقفلت عن نفسها عيادتها وما طلعتش منها، وفضلت يوم ورا التاني والأسابيع تمر وهي ما طلعتش من العيادة نهائي، وشايفة التدميرات من حواليها، لحد ما في يوم لقت الدنيا هادية خالص من حواليها. ولما قررت إن هي تطلع بره العيادة أخيرا، لبست الكمامة وأخذت حديدة عشان تدافع بيها عن نفسها، لكن اللي واجهته كان مفاجأة بالنسبة لها، وهي مجموعة جدا من الأفيال بتجري من حواليها. بس يظهر إن ده عجب إيمي وخلاها سعيدة جدا، فجريت على حديقة الحيوانات، وهناك بتلاقي صقر واحد في الحديقة، وبعد ما كل الحيوانات بتهرب أخدته وطيرته عشان ياخد حريته. طيب دلوقتي علاقتها بجاس وصلت لهنا إزاي؟ نرجع لعند جاس اللي بعد ما طلب من تومي إن هو ياخده معاه، تومي رفض ومشى وسابه، لكن واضح إن جاس مش بيستسلم بسهولة، علشان كده فضل ماشي ورا تومي برضه لحد ما وقفه تومي وسأله أنت هتفضل ماشي ورايا لحد إمتى؟ فرد عليه جاس وقاله لحد ما توديني عند كولورادو عند أمي. فقال لتومي أنا نسيت أقولك، كولورادو اتدمرت تماما، انفجرت كلها وما تبقاش فيها أي حد ولا أي حاجة، ارجع لبيتك. طبعا جاس فهم وعرف إن هو بيضحك عليها علشان عاوز يتخلص منه، فطنش كلامه وكمل ماشي وراه. وتومي كان عايز يخلص منه فعمل حيلة كده علشان يتوه منه. وبالليل بيستريح تومي في مكان علشان يقضي الليلة ويكمل طريقه الصبح. بس المفاجأة إن جاس بيعرف يوصل له برضه، وبيجي يقعد وراه كده من غير ما يحس بيه. بس الغريبة إن جاس عيونه بتنور في الضلمة، فيحس بيه تومي ويخليه يقعد معاه ويديله أكل وشرب. بس المشكلة إن هو بعد ما ينام تومي، جاس بيفتح شنطته وياكل كل الأكل اللي كان موجود فيه حتى الدواء بتاعه. ولما بيصحى تومي بيشوف المنظر ده ويتعصب جامد، وبيفضل يزعق في جاس ويقول له أنا دلوقتي ولا معايا أكل ولا حتى شرب، وحتى الدواء بتاعي ما عادش موجود، لو شفتك قدامي هقتلك. فيقول له جاس بس أنا عارف إحنا ممكن نلاقي أكل فين، وبيشاور له على بيت موجود فوق الجبل، ويقوم رايحين لعنده هما الاتنين. وتومي بيفضل مستخبي ورا الشجرة وجاهز بأسلحته، ومخلي جاس هو اللي يدخل للبيت يسأل عن الأكل. فبيدخل جاس وهو خايف وبيحاول ما يطلعش صوت خالص، لكن لما بيشوف راس غزالة متحنطة بيترعب، فيحاول يهرب، ولكن يظهر إن أصحاب البيت كانوا حاطين مصيادة، فبيقع جاس فيها وبيفضل يصرخ جامد. وبيجي طفل صغير ساكن في البيت ده ويشوفه وبينده على أبوه وأمه، وبيفضل جاس يقول لهم محدش هياخد قروني مني. وبعد شوية بنلاقي إن الأب والأم والابن قاعدين هما التلاتة مع تومي وجاس، جاب لهم الأكل وقعدوا ياكلوا ويشربوا. وهم بياكلوا الأسرة كانت خايفة من جاس اللي هيكون معدي ولا حاجة بالفيروس، فقاعدين بالكمامة على وشهم، لكن تومي بيطمنهم وبيقول لهم اقلعوا الكمامة ما تخافوش أنا ما عنديش الوباء، والهجين لا بيتصاب ولا بيصيب، الكلام ده كله كان خرافة. فبيطمنوا وبيقلعوا الكمامات ويتكلموا معهم عادي. فلما يشوف جاس اهتمام الأم بابنها بيتمنى أم زيها، وبيوريها صورة أمه وبيسألها لو كانت تعرفها، لكن هي بتقوله لا معرفهاش. ولما الأب جورج بيعرف إن جاس بقاله 10 سنين عايش بيستغرب علشان مفيش أي هجين بيقعد للسن ده، لا وكمان بيتكلم، وبيعرفوا إن هو أكيد هجين مختلف عن الباقي. فبتقوله الأم ابني راستي عنده 11 سنة وهو آخر طفل اتولد طبيعي قبل ما الأطفال يتولدوا كده، فبيطلب منها جاس إن هو يروح يلعب مع راستي، فبتخاف إن هو يكون بيعض أو حاجة لأنه برضه نصه حيوان. بس تومي بيطمنها، وفعليا بيروح جاس عشان يلعب مع الطفل التاني واللي بيستغرب من القرون بتاعته، وبيقول له انا هجرب اهرش لك في راسك زي ما كنت بعمل مع الكلب بتاعي. الحركه دي كانت بتعجبه وفعليا بيعملها له، وبيلاقيه هز رجله ودانه وانبسط جامد، وفضلوا يضحكوا ويلعبوا مع بعض. ووقتها الام دخلت تطمن على ابنها وانبسطت جامد لما لقيتهم بيلعبوا مع بعض. اما الاب فبيكون بيتكلم مع تومي في الوقت ده وبيقول له انا عارفك على فكره انت اللاعب المشهور تومي صح، لكن بيظهر ان الموضوع ده ليه ذكريات وحشه عنده. فبيسأله جورج انا ومراتي كنا في الشغل وقتها وجينا هنا انعزلنا عن كل حاجه، وانت بقى كنت فين لما الدنيا انهارت بسبب الوباء؟ فتومي يرد عليه ويقول له انا بحاول انسى الفتره دي. فبيسأله جورج انت عايز مننا ايه بالظبط؟ وقتها تومي بيقلب جد ويقول له انا وجاس هنبات عندكم الليله، وخلي بالك ده مش طلب. المشكله بقى ان السلطات عرفت ان في طفل هجين موجود في المنطقه، فبيروح يدوروا عليه في كل مكان والبيوت القريبه. وقتها بيكون راستي وجاس بيلعبوا مع بعض،
ويظهر ان ودان جاز بتخليه يقدر يسمع اي حاجة حواليه ولو من على بعد، فبيسمع موسيقى وبتعجبه جامد وبيفضل يرقص عليها وبيفرحوا كلهم ويضحكوا. بس وقتها بيف بتلاحظ علامات على جسم تومي، والعلامات دي ليها معنى خطير هنعرفه بعدين. المهم انها بتخاف ولكن بتكتم مشاعرها جواها. وبنرجع نكمل الماضي، كان الدكتور سينج قاعد في بيته وعايش في حياة مستقرة وهدوء مع مراته اللي خافت من الوباء، لكن من فترة للتانية لازم تتحقن بالمصل. المهم انها بتقضي ايام سعيدة جنب جوزها وبيلعبوا مع بعض لحد ما يبدأ صباعها يترعش من تاني، وبيعرف سينج ان ده معاد الحقنة. بس المشكلة انه بيلاقي مش فاضل غير حقنتين وبس، فبيديها واحدة منهم ويقول لها هروح عند الدكتورة بيل علشان اجيب حقن تانية. ودلوقتي طبعا بعد الدمار اللي حصل، بدل العربيات بقت موجودة الاحصنة هي وسيلة النقل الوحيدة. فعليا راح للمستشفى وعقموه وقعد مستني دوره علشان يدخل لعند زميلته الدكتورة ويسلم عليها. بس الغريبة انها بترد عليه باسلوب ناشف مش زي المعتاد، فيحس ان في مشكلة معاها، فبتديله الجرعات الجديدة وبتسأله عن ظهور اي علامات او اعراض جانبية على زوجته. فبيقول لها هو شوية طفح جلدي بسيط، لكن انا شايف ان المصل ده بيجيب نتيجة هايلة جدا. فبتقول له الدكتورة طيب كويس، يعني فاضل شوية تجارب اضافية. وكمان بتقول له انهم لو لقوا علاج منها يعني يقدروا يعالجوا بالوباء ده كله. المهمة دي هتكون مهمة دكتور سينج. الاول كان بيفتكرها بتهزر وبيقول لها ما انت عارفة اني سبت الطب من 10 سنين، ده من وقت ما ظهر الوباء عشان ارحم نفسي من الصراخ والالم بتاع المرضى. فبتديله الملف بتاع العلاج اللي عملته علشان يخفف عن الناس، وبتقول له انها عندها سرطان في المرحلة الاخيرة وجايز تموت في اقرب وقت. علشان كده بتقول له الدور عليك انت تكمل المشوار، والملف ده موجود فيه كل المراحل اللي عديت بيها في العلاج، خد وكمل انت عليه، اكيد هيكون عندك دافع جامد وهو زوجتك عشان تعالجها. ولما بيروح بالملف لمراته بيقول لها على اللي حصل، فبتقول له هي فعليا معاها حق، انا هكون مطمنة اكتر لما يكون جوزي هو اللي بيعالجني. فرد عليها وقال لها انت مش عارفة هي كانت بتعمل العلاج ازاي، دي كارثة بتخالف كل مبادئنا واخلاقنا وانا ما اقدرش اعمل كده. فبتفتح راني الملف وبتقراه ويظهر انها بتلاقي مشكلة فعليا في العلاج، ويا ترى لقوا ايه؟ تابع معانا وهتعرف. اما حاليا بيرجع تومي اللي بدا يستعد ويجهز لرحله بكره، وبياخد الاكل والشرب اللي يكفوه هو وجاز في الرحله. ولكن وقتها بيف بتدخل بسرعه عليه وتقول له انت واحد منهم مش كده؟ الوشم اللي موجود على جسمك بيقول كده، قتلت كم واحد واشمعنى جاز اللي انقذته؟ فرد عليها تومي وقال لها انا كنت واحد منهم ولكن دلوقتي اتغيرت، وانا عملت كده علشان اعرف اعيش وقتها، اما جاز فانا اصلا بحاول اتخلص منه ومش عارف. ودلوقتي جات لي الفكره، ايه رايك لو فضل عندك وتربيه مع اسرتك؟ هو مش هيلاقي ام احن منك. فترد عليه وتقول له انا ما عنديش اي مانع بس لازم اشور جوزي. وبالليل بينام جاز جنب راستي وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيتفرج راستي على كتب الحواديت اللي عملها له ابو جاز وبيفضل يضحك عليها. ولما بيشوف جاز الكتب الحقيقيه بيبدا يفهم ان ابوه كان بيضحك عليه وبيقول له حاجات مش موجوده. فبتدخل الام عليهم علشان تنيمهم وبتطبطب على جاز زي ما عملت مع ابنها. ووقتها بتبص على صوره امه من تاني وتقول له متهيالي انا شفت امك عند منطقه ريد روكس. وعلى طول جاس بيحفظ الاسم ده ويفضل يكرره. ولما طفوا النور بيف تترعى من عين جاس اللي بتنور في الضلمه. المهم شويه وجاس بيقوم ويتمشى، وساعتها بيلاقي تومي وهو بيخرج من الباب وبينادي عليه وفاكره ان هو مش عارف ينام زيه. لكن لما بيعرف ان هو كان ناوي يمشي ويسيبه بيزعل جامد، وفجاه ودنه بتتحرك علشان سمع حد بيقرب. وفعليا تومي بيشوف ناس واقفه حوالين شباك البيت، فبيساله تومي انت سامع بودانك صوت كم واحد؟ فرد عليه وقال له عددهم كبير وموجودين حوالين البيت كله من كل حته. المشكله ان تومي ما بقاش معاه غير رصاصتين بس، وهنا بيلاقي لجام الكلب الحديد فبياخده عشان يتعامل بيه، وبيستخبى جاس منهم. ووقتها السلطات بتوصل لعند الباب ويتكلموا بصوت عالي وبيقولوا يا اصحاب البيت احنا ملناش دعوه بيكم ومش حابين ناذيكم، انتوا عندكم بس هجين لازم نقبض عليه فورا من غير اي مقاومه. فعليا بيصحوا الاثنين وبيقوموا واخدين ابنهم معاهم في حضنهم. لكن فجاه تومي بيكون طلع لهم بره ونزل ضرب فيهم باللجام الحديد لحد ما موتهم كلهم ما عدا واحد دخل البيت وفضل يدور على الهجين. وبيستخبى جاس وبيفضل يضربه بالنبله بتاعته لحد ما يقف جاس بكل قوه وفي ايده النبله قصاد الراجل ببندقيته. بس وقتها مظاهر الخوف والدهشه بتكون على وش الراجل، وده لانه شاف غزاله ضخمه جدا جايه من ورا جاس علشان تدافع عنه. وكان الضرب التومي اسرع على راس الراجل فوقع ميت. وطبعا تاني يوم الصبح بيعرف تومي ان جاس هيكون في امان معاه مش مع حد غيره، فبيا
بياخدوا مع شوية أكل وشرب ويودع الأسرة ويمشوا، وهنا بيشكروا جاس ويقول له على فكرة أنا مش محتاج مساعدة وأقدر أروح لأمي لوحدي. فرد عليه تومي وقال له خلاص اتفقنا هنوصل للمدينة الجاية، ووقتها كل واحد يروح في طريق. ويظهر كده إن الموضوع فيه مخاطرة تانية هتحصل لهم في الرحلة دي. ولما بنرجع لإيمي اللي استقرت في حديقة الحيوانات بنلاقي إن هي بتزرع نباتات جديدة ولكنها بتسمع دوشة بره. ولما طلعت علشان تشوف مين بتلاقي باسكت فيه طفل صغير جميل بس مهجن، فبتاخد الطفل علشان تربيه. وفي نفس الوقت بنلاقي مجموعة من الأطفال الطبيعيين جدا بيلعبوا مع بعض، وفجأة بيجيلهم استغاثة من هجين قريب منهم، فبيروحوا كلهم علشان يشوفوا وينقذوه. واللي بتخدهم بنت واضح كده عليها القوة. مين الأطفال دول وإيه علاقتهم بالموضوع هنعرف كمان شوية. بالنسبة لجاس فبيستمتع جدا بالمغامرة اللي بيعملها، وعمال بيتنطط طول ما هو ماشي وكأنه بيكتشف كل حاجة لأول مرة. فبيعدي مع تومي على مدينة كده كلها شجر وورد بنفسجي جميل، فبيقول له جاس الورد ده جميل جامد اشمعنى موجود هنا وبس؟ فرد عليه وقال له الورد ده معناه ان الوباء كان في المنطقة دي ودمر كل اللي فيها. فسأله هو انت ليه ما جالكش المرض؟ فيرد عليه تومي ويقول له مش عارف السبب، يمكن انا محظوظ. المهم انهم بيكملوا الطريق لحد ما يوصلوا عند عربية قطر قديمة. فبيقول تومي الجاس احنا هنبات الليلة هنا، والعربية دي كنت مخبي فيها علبة دواء من بتوعي. وفعلا بيلاقي العلبة وفيها حباية واحدة بس. فبيقول له جاس انت عارف اني اقدر اشم ريحة الحبوب بتاعتك دي من على بعد؟ فبيستغرب تومي، لكن يظهر ان الميزة دي هتفيدهم في الرحلة. المهم انهم بياكلوا، وبيقول له تومي بكرة هتركب القطر اللي هيوديك على كولورادو. وبعدها بيجهز له المكان اللي هينام فيه، وبيفضل جاس يلعب في التماثيل الذهب واللي كانت عبارة عن جوائز تومي زمان. ولما ينام بعدها بيحلم ان تومي سابه لوحده، فبيكون خايف وكمان مرعوب، ولكن بيصحى وبيلاقي ان هو جنبه وبيعمل له قناع كده علشان يلبسه ويخبي بيه شكله بين الناس لحد ما يركب القطر. نرجع نكمل الماضي. كان الدكتور سينج راجع للمستشفى من تاني وبيحاول ان هو يكمل العلاج، وبيقول في نفسه زمان انا كنت بحب الطب علشان كنت بخفف عن الناس وجعها وارجعها لحياتها الطبيعيه، ولكن في زمن الوباء ده الدكتور دلوقتي بيختار واحد يعيش والتاني يموت. المهم انا عايز اخلص مراتي من الوباء ده لانها متعايشه مع المرض طول الوقت اللي فات، وانا خايف عليها تموت زي الباقيين. بس المشكله هنا ان سينج بيكتشف ان الدكتوره كانت بتستخدم النخاع اللي موجود في دماغ الاطفال المهجنين، وطبعا ده عكس مبادئ دكتور سينج ومراته، وده بيخلي الدكتور يفقد اعصابه من كتر الضغط اللي عليه، وبيخليه يرمي المعدات الطبيه الجديده اللي جابوها له علشان المستشفى. والمهم لما بيرجع للبيت بيلاقي مراته بتستعد عشان يروحوا الحفله بتاعه الناجين، واللي عملها دوق جارهم علشان يجمع الناس اللي نجيت من المرض، وفي نفس الوقت بيتاكدوا انهم ما جالهمش الوباء. لكن سينج بيقول لمراته احنا مش هينفع نروح علشان لو رحنا صباحك هيرتعش وهيكتشفوا انك مصابه ويقتلوكي. وبتقول له مراته انا كويسه، واحنا لو ما رحناش هيفتكروا ان احنا مصابين، وخلاص انت قربت توصل للعلاج السليم واخف من المرض ده للابد. فبيقول لها بس انا ما اقدرش استخدم المهجنين عشان اعمل علاج علشان هم نصهم بشر، وانا مش هقتل بشري علشان انقذ حياه واحد تاني. وفجاه بيلاقي صباعها بيرتعش حاجه بسيطه، لكن هي بتطمنه ان هي كويسه، وبيروحوا للحفله بعد كده. وفي الطريق بيعدوا على بيت جارهم اللي اهل المنطقه حرقوه وبيته ده لما اكتشفوا ان هو مصاب بالوباء. وبيوصلوا عند بيت جارهم ويدخلوا يلاقوا كل جيرانهم متجمعين، وبيفضلوا يحتفلوا وياكلوا ويلعبوا مع بعض. لكن سينج طول الوقت عينه على مراته خايف لا يظهر عليها اي حاجه فيقتلوها، ودايما ماسك ايدها علشان يخبي صباعها لو ارتعش. الكارثه بقى ان دوج نفسه صاحب البيت بيلاقوا ان صباعه بيرتعش، فبيصرخوا كلهم ويلبسوا كمامات ويبعدوا عنه. وقتها سينج بيحلل دمه وللاسف بيكتشف ان هو فعليا مصاب، فبيربطوه في الكرسي وبيفضل دوج يترجاهم ويقول لهم ان هو سليم، وبيطلعوا كلهم من البيت ويولعوا النار فيه علشان يموت هو وبيته اللي اكيد الوباء منتشر فيه. وفضلوا يتفرجوا على البيت وهو بيتحرق، وواحد من الجيران بيستغرب ليه دوج اتصاب بالمرض، المفروض ان الوباء اختفى من المنطقه. وبيقول لهم سينج اطمنوا يا جماعه مفيش اي مشاكل، وبنروح بعد كده على جاس اللي لسه ماشي مع تومي ورايحين يركبوا القطر اللي رايح لكولورادو. فبيقول له تومي لازم تسيطر على حركه ودانك وجسمك، ووعي اي حد يلاحظ انك هجين بجد. الناس فاكره ان الاطفال بيلبسوا زي المهجنين قرون ودان يعني، لكن لو حد لاحظ ان هي عندك حقيقيه هيقتلوك. ولما بيوصلوا المحطه بيلاقوا ناس كتير جدا وحراس بمسدسات. جاس بيخاف شويه لكن تومي بيطمنه وبياخده يدخله المحطه. بعد ما بيدي واحد رشوه على الباب علشان يعديهم بسرعه وفي المحطه، جاس بيروح يتفرج على كل حاجه وياكل من التفاح. فتومي بيقعد في مكان لحد ما يروح يجيب له التذاكر، وبيطلب منه ما يتحركش ويفضل يتصرف زي البشر. لكن لما يروح تومي عند التذاكر جاس بيشوف في الخريطه ان منطقه ريد روكس قريبه منه وممكن يروح يشوف فيها مامته، علشان ام راستي قالت له ان هي شافتها
هناك، فعليا بيطلع من المحطة علشان يشوفها، وفي الوقت ذا بيكون تومي راح للسوق علشان يشوف الراجل اللي هيشتروا منه التوه بتاعه، لكن مش بيلاقيه لانهم عرفوا انه بيبيع الحبوب دي واتقبض عليه. وبتقول له البياعة دي هي امريكا اللي بيتحكم فيها ابوت وجماعته، ويظهر كده ان الحبوب دي بتمنع المرض علشان كده صدروها. ووقتها تومي بيتضايق لان هو مش عارف يجيب الحبوب منين دلوقت. والمشكلة بقى انه لما جاز بيخرج من المحطة بيلاقي زحمة كتيرة والاطفال عاملة مسابقات ولعب بيسخروا فيها من المهجنين. وقتها جاز بيخاف وبتبدأ ودانه تتحرك لوحدها، واللي بتلاحظه بقى هي البنت اللي كانت بتقود الاطفال علشان يروحوا ينقذوا المهجنين. واتاري بقى ان الهجين اللي جايين ينقذوه هو نفسه جاز. بتحاول تطمنه وتقول له ما تخافش، اتصرف طبيعي وتنفس زي البشر، تحب تيجي معايا اوريك حاجة؟ فعليا بيوافق ولسه هيروح معاهم. على طول بيلاقي تومي اخدته ورجع عشان يلحقوا القطر. وهم واقفين في الطابور جاز بيقول له تومي على فكرة انا شامم ريحة الحبوب بتاعتك اللي انت بتاخدها، جاية من الصناديق اللي هناك دي واللي كانت العساكر اصلا بيرصوها في العربية. وبقتها تومي بيفرح وبياخد جاز عند العربية اللي شم فيها الريحة وبيخليه يشم علشان يعرف انه صندوق بالظبط. ولما بيعرف الصندوق بيفتحه بيلاقي فيه علب كتير جدا وبياخد منها الكمية اللي هو عايزها. بس فجأة جالهم ظابط، لكن تومي بيضربه ويوقعه على الارض وبيطلعه بسرعة من العربية، لكن بيوقفهم ظابط تاني. وقتها جاز خاف واتحركت ودانه، والظابط عرف ان هو هجين، بس تومي بيديه ضربتين على طول ويجيبه الارض وهرب مع جاز وراح عشان يركبوا القطر. وبيقول له تومي لما توصل لهناك دور على امك، انا هسيبك هنا زي ما اتفقنا. لكن ما يلحقش يكمل جملته لانه بيلاقي الضباط جايين بسرعه وبيصرخوا امسكوا الهجين، وللاسف يتقبض على تومي وجاز ويربطوا ايديهم وبيجرهم وراهم. ولكن تومي وهو في الطريق بتطلع الناس على العساكر والضباط ويضربوهم ويقتلوهم علشان ينقذوا الاثنين دول. وبتطلع الجماعه اللي انقذتهم هم نفسهم الاطفال اللي بتقودهم البنت اللي كانت بتكلمه من شويه. وبعد كده بنروح عند معسكرات الجيش او السلطه المتحكمه، وهي سلطه ابوت. بنلاقي ان واحد رايح لعنده بيقول له مبروك يا جنرال، لقينا البنت المنشوده، فبيقول له حضر القوات حالا علشان هنروح نجيبها. اما جماعه الاطفال بعد ما انقذوهم جاز بيشكر البنت وبتقول له احنا جايين هنا علشان ننقذك انت ونحررك من الصياد اللي معاك. ويظهر كده انهم بيتكلموا على تومي وفاكرينه ان هو خاطف جاز، لكن لما البنت بتديهم امر يقتلوا تومي جاز جرى على تومي وحضنه علشان يحميه بجسمه. وقتها تومي حس لاول مره ان الطفل فعليا بيحبه بجد، وبياخدوهم هما الاثنين على المعسكر بتاعهم. اما زمان ايمي لما قررت ان هي تعيش لوحدها وتربي البنت الهجينه اللي هي لقيتها وكمان سميتها بيكتل، كانت بتعملها على انها بنتها، وفضلوا عايشين مع بعض في سعاده وبيروحوا يخرجوا في المدينه الفاضيه ويعملوا شوبنج براحتهم بقى، والدنيا زي الفل ورايقه معاهم خالص. وبعدها بيروحوا المكتبه وينقوا كتب جديده، ولكن وهم راجعين بيحسوا ان في حد من الحراس قريب منهم، فبيجروا يستخبوا لحد ما يمشوا، وبعدين بيرجعوا على بيتهم ويستخبوا فيه. بالنسبه حاليا لجاس وتومي بيوصلوا مع الجماعه لعند المعسكر بتاعهم، والمفاجاه بقى ان المعسكر ده عباره عن مدينه ملاهي. وبيدخل جاس وهو مندهش من المكان، وبتقول له البنت دي ان اسمها بير وانها عملت مؤسسه جيش الحيوانات اللي انت شايفها دي. بتقول له احنا بندافع عن المهجنين وبنحميهم من الاشرار. وتدخلوا بعد كده تعرفوا على بقيه المجموعه اللي بيفرحوا لما يشوفوا وبيرحبوا بيهم وبيدوا لهم حلويات وبيفرجوهم على التلفزيون واللعب والدنيا زي الفل معاهم. فبيفرح جاس وبيقول لهم انا كنت فاكر ان الناس بيكرهوا المهجنين علشان بيعملوا المرض. فبتقول له البنت بالعكس، المهجنين هم اللي انقذوا الارض، ولا بيسببوا المرض ولا بيعدوه ولا اي حاجه، الناس هم اللي عملوا المرض بالصناعات والفساد اللي بيعملوه. لكن لما ظهر المهجنين السماء رجعت صافيه من تاني، والبحر كمان، والارض ظهر فيها الخضار والورد. انتوا ما انقذتوا البشريه، علشان كده احنا اقسمنا على حمايتكم، ودلوقتي يلا يا بطل روق شويه. وفعلا بيروح جاس يلعب بكل الالعاب اللي في الملاهي وبيكون فرحان جامد، لكن يظهر كده ان بير لها واحده بتنافسها في المجموعه واسمها تايجر، فبتعترض على قرار بير علشان ما قتلتش تومي، وبتقول لها ان هو خطر. لكن بير بتقول لها انا الوحيده اللي بدي القرارات هنا. ويظهر ان جاس هو اللي بيفكر بير بطفولتها. وبعد كده بيروحوا يرسموا ويتكلموا مع بعض، وبيقول لها جاس تومي هياخدني معاه عشان ندور على امي، ويوريها صوره امه علشان لو كانت تعرفها. فبتقول له لا معرفهاش، لكن هيديهم الصوره دي علشان يجمعوا كل المعلومات عنها لو يقدروا. وفي نفس الوقت بتحاول بير تفهم علاقه جاس بتومي، فبيقول لها جاس انا كنت وحيد بعد ما مات ابويا بالمرض ده، وتومي هو اللي انقذني. ويظهر ان بير عاشت نفس المعاناه قبل كده وكانت وحيده. فبتقول له جاس الحقيقه ان تومي من الاشرار وكان بيصطاد المهجنين زيه زي اي الاشرار بره. فبيقول لها جاس وهو مصدوم انا عايز اشوف تومي دلوقتي. وفي الماضي كان دكتور سينج نايم في الوقت ده وبيحلم طول الوقت بالطفل الهجين
الجين اللي لازم يقتله علشان ياخد الخلايا النخاعية بتاعته من دماغه ويستخدمها في العلاج. وبيصحى فجأة من النوم ويلاقي ان مراته صاحية وبتقول له صحيت عشان اتأكد انك رايح تنفذ المهمة وكمان تكمل العلاج، ولكن ضمير سينج مش سامح له ان هو يقتل طفلة هجين، وبيقول لها راني لو استحملتي بس لمدة شهرين ممكن اشوف بديل للهجين الحي اللي لازم اقتله علشان نكمل العلاج. لكن راني بتقول له انا عايز اخلص من المرض ده اللي بيهدد حياتي، فبيضطر سينج ان هو ينفذ طلبها ويروح للمستشفى بتاعته. لكن وهو خارج بيقابل جارتهم نانسي اللي بتفضل تلح عليه بالاسئله، واضح كده ان هي بتراقب الكل علشان اللي يظهر عليه المرض يحصل له زي دوج. حاليا بتقول له عايز اخش اكلم راني، لكن هو بيتحجج بانها نايمه دلوقتي علشان طبعا ما تلاحظش اي حاجه عليها. وبعد كده بيروح على المستشفى بتاعته، وهناك بيعرف ان الخطه السريه للعلاج موجوده في نخاع هجين حي، فبيعرف الطريقه بتاعتها وبيرجع تاني على بيته. ولما بيوصل بيلاقي جارتهم نانسي برضه دخلت تتكلم مع راني، ويظهر كده ان هي شاكه فيهم، فبيدخل عليهم وبيسالها هي جايه ليه، فترد عليه مراته وتقول له نانسي كانت بتقترح اننا نعمل مسحه وتحليل كل اسبوع، ده علشان نكتشف لو اي حد فينا اصاب بالمرض. فبيقول لها سينج ده مفيش عدد تحاليل ومسحات تكفي للموضوع ده. فبتمشي نانسي وهي غضبانه، وطبعا واضح انها تاكدت ان هم مخبيين حاجه. اما ايمي اللي عايشه مع طفله الهجينه بيكتل، فبيقضوا الوقت مع بعض في الحديقه ويلعبوا وياكلوا. وفي يوم ايمي بتسالها هو محصول الجزر راح فين يا بيكتل، فترد عليها وتقول لها معرفش ما اخدتش منه حاجه. ويظهر كده ان هي مخبيه سر خطير عن امها، والمفاجاه بقى انهم بعد ما يخلصوا اكل سوا بيكتل بتاخد الاكل الباقي وبتوديه عند مكان بين الشجر وكانها بتديه لحد. وبالليل وهم نايمين ايمي بتحس بحركه في الحديقه وبتنزل تشوف مين، وبتجري وراها بيكتل علشان تلحقها. ولما بتقرب من مصدر الصوت يعني اللي كان بين الشجر وبترفع عليه المسدس، لكن بنتها بتمنعها وبتقول لها لا ما تقتليش ده صاحبي. وبيطلع بوب ده طفل هجين صغير بس اتحول كله لشكل الدبدوب، وهو بقى اللي كان بياكل الجزر. فبتقرر ان هي تربيه مع بيكتل، وحاليا جاهز بيودوه لعند تومي علشان يقابله زي ما طلب، عاوز يساله عن كل حاجه. ولما بيشوفهم تومي بيقول لبير سيبينا نروح لحالنا وانا وعدك اني مش هاذيكي انت وجماعتك. فبتقول له بير جاس بس اللي هيمشي، لكن انت هتموت علشان انت من الاشرار، قول لي جاس الحياه كلها. فبيقول تومي الجاس ايوه انا كنت من الاشرار زمان وكنت بقتل المهجنين، لكن دلوقتي انا ندمت واتغيرت، الناس بترتكب الاخطاء بس المهم انهم يعرفوا امتى يوقفوها. وقتها جاس بيقول لبير على فكره زي ما تومي قتل ناس انت كمان قتلتي ناس، فاكره العساكر اللي كانت بتقبض علينا وانت قتلتيها، انت وعدتيني انك مش هتقتلي صاحبي تومي، لازم تحافظي على وعدك. فبتقول له بيرو هي مستغربه من حب جاس لتومي انا اسفه لازم يتقتل. فبيحاول جاس ان هو يدافع عنه، ولكن تومي بيقول له اهرب انت ودور على مامتك، وبياخدوه وسط الساحه علشان يعدموه وهو متكتف. والمفاجاه ان بير رجعت نفسها وبتقول لهم احنا مش هنعدم الراجل ده لان جاس بيحبه. لكن وقتها بقى تايجر منافستها بترفع سلاحها وتعمل انقلاب عليها وتقول لها لا الراجل لازم يتقتل النهارده، افتحوا الباب وخرجوا الاسد علشان ياكله. وقتها جاس بيجري على الاسد ويقف قدامه علشان يحمي صاحبه ويقول له ارجوك ما تقتلوش. وقتها الاسد بيادة، لكن الوضع كله بيتقلب بين جماعه تايجر وجماعه بير، وبيروح جاس يفك صاحبه تومي ويهربوا سوا عشان يكملوا رحلتهم. ويظهر ان بير قررت انها تنزل من القياده وتسيب الجماعه خالص. اما دكتور سينج فكان زمان بيلحق يجري ورا نانسي عشان يمنعها انها تقول للجيران عن شكوكها، لكن هي بتقول له انا متاكده ان مراتك عندها الفيروس، وبيقول لها انا عندي العلاج وخلاص هتخف من المرض. لكن برضه نانسي ناويه على الشر وهتقول للكل، وفجاه وهي ماشيه الحصان بيرفسها برجله فتقع ميته. وساعتها راني وسينج بياخدوها جوه البيت علشان يخبوها خالص عن الكل. اما ايمي فبعد ما بقى معاها بيكتل وبوبي يظهر انها حبت الموضوع جامد، وقررت انها تعمل محميه تستقبل فيها كل المهجنين علشان يعيشوا بحريتهم وسط الطبيعه. استنوا الجزء الثاني وخدوا لفه في قنواتي سكريبت وسكريبت بالعربي بس كده. بعد اللي حصل في الجزء الاول وانتشار الفيروس اللي قضى على البشر، وفي نفس الوقت ظهر نوع جديد من الاطفال المهجنين واللي كان منهم الطفل جاس بس كان مميز شويه، علشان كده ابوه اخد ورباه في مكان بعيد عن البشر تماما وكمان عزله عن العالم. وفي نفس الوقت كان في جهات تانية بتحارب انتشار الفيروس بس بطريقه خاصه، زي الدكتور سينج اللي عاوز يلحق مراته المصابه، والدكتوره ايمي اللي اخيرا قررت ان هي تفتح محميه لحمايه الاطفال المهجنين، واخيرا بير وجيش الحيوانات.
بتاعت لحماية المهجنين برضو. وبيبدأ الجزء الجديد مع الدكتور جلايتس اللي واضح كده ان هي بدأت تعيش حياتها في هدوء اخيرا، وده بعد ما سلمت ملف تصنيع اللقاح لزميلها الدكتور سينج. المشكلة ان الاتنين دول كان عندهم رحمة وبيعارضوا تماما تصنيع اللقاح علشان بيعتمدوا فيه على حياة المهجنين وكمان بيقتلوهم، بس في ناس تانية ما يهمهاش المهجنين ولا حياتهم ولا اي حاجة زي الجنرال ابوت وجماعته اللي جم اقتحموا بيت جلايتس دلوقت، وخلى جنوده كمان يدخلوا يفتشوا جوه. وفضل ابوت معاها وسألها هي ليه اتظاهرت انها عندها السرطان علشان تهرب من ان هي تكمل معاها الشغل تحت السلطة بتاعته، فترد عليه وتقوله ان هي مش عايزة تشتغل معاه من تاني، لكن هو بيفهمها انها ممكن تسمح للفيروس ان هو ياخد منها احبابها زي مثلا بناتها اللي ماتوا لما اتصابوا، لكن هو هيعمل اي حاجة مهما تكون علشان يقضي على الفيروس ده. عشان كده هو جاي دلوقت بيسألها عن مكان الدفتر بتاعها اللي موجود فيه خطوات تصنيع اللقاح، وبعد تهديد بتضطر ان هي تقوله على كل حاجة وانها سابته مع زميلها الدكتور سينج. فبيشكرها ابوت ولسه هيخرج من البيت، فترد عليه وتقوله انت وحش علشان المهاجرين دول مجرد اطفال ومهما عملت هيفضلوا هم عايشين للابد وهم اصحاب الاجيال الجديدة. صاحبنا طبعا ما يهمش كل الكلام ده وبيطلع من البيت وبيطلب من واحد من رجالته ان هو يدخل يخلص عليها وتموت وهي بتصرخ علشان يرحموها. في الوقت ده بيكون تومي وجاهز قدر ان هم يهربوا من جيش الحيوانات ووصلوا لحتة امان، وساعتها تومي بيشكر جاس ان هو دافع عنه وانه خلاص قرر ان هو هيروح معاه لحد كولورادو ويدوروا على امه هناك. طبعا جاس بيفرح جدا ان تومي مش هيسيبه وهيفضل جنبه. المفاجأة بقى ان هم وهم ماشيين بيتناقشوا ازاي هيقدروا يحصلوا القطر اللي مشى وسابهم. فجأة بيلاقوا قدامهم بير قاعدة على شجرة بعد ما سابت فريقها، فبيستغرب تومي هي جاية وراهم ليه، فبتقوله ان هي كانت عايزة تتكلم مع جاز بس شوية. الجميل بقى انها بتدي جاز ظرف فيه عنوان امه في كولورادو. تومي مش بيصدق الموضوع ده وبيتريق عليها، واضح جامد انه مش طايقها. لكن وهي ماشية جاز بيسألها هي هتروح فين دلوقت بعد ما سابت فريقها، فبتقوله ان هي هتروح تحصل القطر اللي هيمر من المنطقة بعد شوية. وهنا جاز بيطلب من تومي ان هم يروحوا معاها علشان هم كمان يركبوا القطر ويروحوا كولورادو. فبتقوله بير ان الموضوع خطر جامد عليه لانهم هيعدوا في طريقهم وادي الاحزان اللي مليان ورد بنفسجي، وده معناها ان المنطقه دي مليانه بالامراض والحاجات الوحشه. لكن بعد اصرار جاس بيوافق تومي ان هو هيروحوا معاها. طبعا طول الطريق تومي وبير نائر ونقير وجاس بيحاول يصلح بينهم. في نفس الوقت بيشترك تومي وبير في حمايه جاس وبيحاولوا ان هم يبعدوه عن اي خطر. بعدها تومي بيسالها انت ناويه على ايه بعد كده، فترد عليه وتقول له ان هي هتروح تعيش في محميه علشان تقدر تساعد الاطفال المهجنين. لكن هي بتستغرب ان هو بيعامل جاس بالطيبه دي وبتساله انت ليه رايح معاه كولورادو، مع انه عارف ان احتمال كبير تكون ام جاس ميته اصلا. فرد عليها وقال لها انا مش عايز اكسر الامل اللي موجود عنده. وبعد شويه مشي بيقدروا يوصلوا عند وادي الاحزان، واللي بعديه هيلاقوا الطريق اللي بيعدي منه القطر. بس المشكله ان الطريق ده كله خطر في خطر لانهم كانوا بيدفنوا فيه جثث اللي بيموتوا بالفيروس. فتومي بيسال بير هيعدوا ازاي من الطريق ده. المفاجاه بقى ان هي بتشاور له على جسر معلق ضعيف خالص وكمان ضيق، وبتقول له انا وجاهز نقدر نعدي من على الجسر انما انت لا. فبيفهم تومي انها خططت للموضوع ده من البدايه علشان تبعده عن جاس. وطبعا بيمسكوا في خناق بعضهم الاتنين ومش فارق معاهم جاس اللي عمال بيحوش بينهم، لكن اللي بيوقفهم انهم بيشوفوا جاس طلع على الكوبري وبيعدي من عليه، فبيروح علشان يلحقوه وطلبوا منه ان هو يقف علشان ما يسقطش في الوادي. بس للاسف بيكون فات الاوان وجاس بيقع فعليا فيه، بيغمى عليه وبيفضل تومي وبير ان هم يندهوا عليه عشان يفوق من تاني بدون اي فايده. على الناحيه الثانيه بنلاقي بقى ان ايمي لسه في المحميه بتاعتها، ويظهر ان هي ضمت اطفال مهجنه اكتر واكتر، واللي بتساعدهم في تربيتهم هي ابيجيل او البنت المهجنه لقيتها. وبتفضل ابيجيل تلعب مع بوبي الطفل الدبدوب. وفي الوقت ده ايمي بيجي لها رساله على جهاز الارسال، واحد غريب بيقول لها ان هو لقى طفل مهجن حالته صعبه وعايز يعرف مكان المحميه بتاعتها عشان يجي لها حالا ويديهولها. هنا ايمي بتحس بالخطر علشان المفروض الشخص بيقول لها على مكانه وهي تروح تاخد الطفل منه ومش العكس. واللي يخوف اكتر ان الراجل ده كان عمال بيصر اكتر واكتر وعاوز يعرف مكانها، وهنا بتحس ان هو اكيد من السلطات وتقفل المكالمه على طول. بعدها بتروح تقعد مع ابيجيل وتتكلم معاها، لكن فجاه بتلاقي بوبي جاي عليهم
يوم وهو ماسك في بقه شريطه بيقول لهم ان هو لقاها على السور بتاع الحديقه، وفي منها كذا واحده. ايمي بتترعب لما تشوفها لانها بتعرف ان الشريطه دي بتاعت السلطات، وده معناه ان هم عرفوا مكانهم ويا ترى ايه اللي هيحصل فيهم. كمل معايا. بنرجع على جسد اللي لسه مغمى عليه في وادي الاحزان، لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه. الكلب القماش اللي ابوه عمله له في عيد الميلاد اتحول لحقيقي، وقدر ان هو يفوقه من نومه ويجري. وجاس اول ما فاق وشافه فضل يجري وراه عشان يلحقه، ودخل وراه للغابه اللي شاف فيها كل حاجه عجيبه. اولا شاف الحلويات اللي بيحبها وفضل ياكل منها، لكن المفاجاه الكبرى يا عزيزي ان هو شاف ابوه قاعد على كرسي كالعاده وبيحضنه وبيفرح ان هو شافه. وقتها جاس بيقول له ان عنده اعترافات عايز يقولها له، وفعليا بيقول له انه خرج بره السور واتكلم مع الناس الغريبه وحكى له كل حاجه حصلت. ابوه ما زعلش، بالعكس ده فرح به جامد. كان فخور بيه ان هو بيتعلم دروس جديده في الحياه، وبينصحه ان هو ما يخافش ويواجه دايما المخاطر بقلب شجاع، لان هو دلوقتي هيكون قدوه ويساعد كل الاطفال اللي شبهه. جمله غريبه مش كده؟ الاغرب بقى ان الاب بيختفي بعد ما يودع جاس، ويظهر بداله ابوت اللي كله نار، وهو بيهدد جاس انه اخيرا هيقبض عليه. وهنا الطفل بيخاف ويهرب، وساعتها بقى بيكون تومي لابس ماسك ومغطي كل جسمه، وهو شايل جاس اللي لسه مغمى عليه، وكل ده كان مجرد حلم بالنسبه له. بير كمان كانت لابسه خوذه وهدوم كتيره وتغطي جسمها علشان يقدروا ينزلوا وادي الاحزان وينقذوا الطفل ده، واللي اول ما فاق قال لهم ان هو مش خايف خلاص وهيكمل طريقه، وطلب منهم يتصالحوا ويكونوا كويسين مع بعض. وطبعا هم نفذوا طلبه، ولكن كانوا مستغربين من طريقته. وبنروح بعدها على بيت الدكتور سينجل اللي لسه في المدينه، وبيحاولوا ان هو يشيل الورد اللي ظهر كتير قدام بيته، وطبعا ده لان مراته بدا المرض يدمرها. وفي الوقت ده جاره بيوزع عليه منشورات عاملينها علشان بيدوروا على نانسي جارتهم اللي اختفت من 3 ايام. سينج عامل نفسه مش عارف اي حاجه عنها مع انها ماتت قدامه في الجزء اللي فات، وواضح ان جاره بدا يشك في اللي بيحصل، خاصه ان راني مرات سينج ما بقتش بتظهر خالص. المهم ان سينج بيدخل البيت لمراته اللي واضح ان المرض شد عليها جامد، وبيقول لها ان هو لازم يشوف اي حل للي بيحصل، فبتطمنه وبتقول له ان هي كويسه، وبتقول له كمان ما يقلقش من الموضوع بتاع نانسي لان الحصان هو اللي رفصها وموتها، هم ما لهمش اي ذنب في الموضوع، هم خبوا الجثه بس. المهم ان سينج بتجيله رساله من المعمل وبيقولوا له ان في طرد كبير جاله علشانه. هنا الاتنين بيفرحوا جامد علشان الطرد موجود فيه الهجين اللي هم طلبوه ده علشان يعملوا منه اللقاح وكمان يعالجوا راني. وقتها بيروحوا على العياده جاري، بس المشكله انهم لما يوصلوا بيلاقوا ان الطرد موجود في رساله بتقول ان المسؤولين ما بقاش معاهم اي هجين، فبيتعصب سينج جامد لانه مش هيعرف يعمل الدواء. الكارثه بقى ان هم بيلاقوا باب الثلاجه بتاعه العياده مفتوح، والمفروض ان هم مخبيين فيها جثه نانسي، معنى كده ان في حد اكتشف مكان الجثه، ويحاولوا انهم يهربوا ولكن ما لحقوش. وعلى طول لقوا اهل المدينه كلهم في العياده وبيقولوا لهم انتوا اللي قتلتوا نانسي وخبيتوها هنا. سينج قال لهم ان هو قتل نانسي علشان اتصابت. الكارثه بقى ان راني بيظهر عليها المرض وبتفضل تكح جامد، وهنا ينكشف السر. على طول بيحرقوا كل العياده واخدوا راني وسينج على بيتهم، وهناك بيربطوهم مع بعض وبداوا ان هم يحرقوا البيت بيهم. في اللحظه اللي بيقدر يوصل فيها جاس وفريقه عند القطر، كانت ايمي اكتشفت الشرايط اللي متعلقه على سور حديقتها، وحاليا الاتنين دول خلاص مستنيين الموت جوه بيتهم، وهو بيعتذر لها انه ما قدرش يحميها، ودلوقتي البيت بيتحرق بيهم وكل الجيران واقفين بره بيتفرجوا. ولكن المفاجاه ان هم بيسمعوا اصوات ضرب نار جامده بره، وساعتها بيلاقوا الجنود داخلين على بيتهم وبيطفوا الحريق، وفجاه بيلاقوا نفسهم قدام ابوت اللي طبعا جاي عشان ياخد الدفتر بتاع الدكتور جلايتس. في نفس الوقت بيكونوا الثلاثه بيجروا باقصى سرعه، وده علشان يلحقوا القطر اللي خلاص داخل عليهم. وجاس بيقدر ان هو يتشعبط في السلسله ويدخل اول واحد، وطبعا من بعده بير اللي بتقدر تجري بسرعه برضه. المشكله بقى ان علشان تومي ضخم حبتين بيحاول بصعوبه ان هو يلحق القطر، ووقتها بيفتكر لما كان لاعب كره قدم وكان بيجري بسرعه جامده علشان يلحق الكوره، فبيقدر ان هو ينط نطه كبيره ويحصل القطر اخيرا. وبعد ما يركبوا هما الثلاثه بيعرفوا ان ده قطر بضيع اصلا ومش موجود فيه اي ركاب غير العمال اللي فيه. بس المفاجاه الاجمل ان تومي بيقول لجاس ان كولورادو المحطه الجايه، اما بقى دكتور سينج ومراته فلسه متكتفين، ولكن رجاله ابوت قدروا ان هما يطفوا النار اللي حواليهم، وده طبعا علشان يخلوا ابوت يدور على الدفتر بتاع جلايتس. ولما بيلاقي الدفتر بيسيب سينج ومراته وبياخد رجالته عشان يمشوا، ولكن سينج بيحاول يوقفه ويقول له ان هو دكتور ويقدر يعمل اللقاح. وراني بتقول له على فكره ان الدفتر بتاعك ملهوش اي قيمه من غير
غيرنا. وقتها أبوت بيشوف صباع راني الصغير بيرتعش ويعرف إن هي مصابة وكمان حالتها صعبة وخطيرة، فبيستغرب إن هي لسه عايشة على الرغم من حالتها. ساعتها سينج بيقول له إن هيقدر يفك شفرة الدفتر ويعدل فيها علشان يعمل اللقاح بشكل كويس وكمان مظبوط، فبيبص له كده بنظرة فاحصة عشان يعرف إذا كان كذاب ولا لأ. وبعدها بيطلب من رجالته إن هم يفكوهم ويجيبوهم معاهم. بالنسبة لجاس فبيكون مستعجل علشان يوصل لكولورادو، وبيطلع خريطة علشان يسأل بير عن مكان أمه، فتاخده وتقعده على جنبه وبتفرجه على كل الحيوانات اللي ماشية في الغابة وبتحاول تلعب معاه عشان تسليه شوية. وفي الوقت ده بير بتفتكر عيلتها وأختها الصغيرة اللي ماتوا كلهم، فيقول لها جاس إن هو كمان بيفتقد أبوه اللي مات، لكن لما جاله في الحلم دلوقتي طمنه وقال له إن هيكون حاجة كبيرة في المستقبل. وساعتها جاس قال لبير إن هو هيفرجها على الكلب اللي أبوه عمله له من القماش، بس المشكلة إن هو ما لقاهش وفضل يدور في كل مكان عليه. وفجأة حسوا إن في حد داخل عليهم عربية القطر، وعلى طول بيستخبوا، فعليا كان حد وصل. وساعتها بتقع حاجة من شنطة جاس، فالعامل بيعرف إن في حد في العربية وبيبدأ يدور عليه، وعلى طول بيلاقي جاس وبيمسكه. وهنا تومي بياخد حاجة تقيلة كده وبيضرب العامل على راسه، وبيشتغل القتال بينهم، يفضلوا يتحنوا في بعض وهم الاتنين. ووقتها جاس بيلاقي باب مفتوح وبيدخل فيه. المفاجأة بقى إن تومي لما بيشوف وش الراجل اللي بيتخانق معاه بيعرف إن هو واحد من اللعيبة اللي كان بيلعب معاهم كرة زمان، فبيسلموا على بعض وبيعرفوا على بير اللي واقفة جنبه، وبيفضلوا يهزروا ويتكلموا عن أيام العز زمان. وفجأة بير بتلاحظ إن جاس مش موجود جنبهم، ولما بيشوفوا الباب مفتوح بيعرفوا إن هو راح يدور على الكلب بتاعه. بالنسبة لإيمي فبدأت تحس بالمشكلة فعلا لما لقت الشرايط متعلقة على السور بتاعها، بس وقتها عرفت إن مفيش أي وقت ولازم تتصرف حالا، ده علشان تحمي كل المهجنين اللي معاها. وتحاول تقفل كل الأبواب لحد ما لقت في كاميرات المراقبة إن الحراس واقفين قدام الباب. في نفس الوقت دكتور سينج بيكون متوتر وهو بيلم حاجته اللي باظت، ووقتها بتكون راني جهزت شنطتهم وبتحاول إن هي تهدي جوزها اللي بيقول لها إنه مش عارف إزاي يعمل اللقاح، وضحك على أبوت علشان يفكهم وكمان ينقذهم، وخايف إن لما يكتشف الكذبة يقتلهم. لكن راني بتحاول تطمنه وتقوله إن هي واثقة إنه هيقدر يعمل اللقاح. وقتها سينج بيقعد يفكر مع نفسه ويمسك شهادة الطب بتاعته، وبيقول لمراته إن هو بيفتكر دلوقتي أول واحدة جات له مصابة كان اسمها فريا، وكان فاكر إن عندها دور برد عادي. وحاول وقتها إن هو يساعدها وقال لها إن هو هيعالجها، لكن للأسف بتموت برضه. وجا من بعدها حالة والتانية والتالتة، وكلهم كانوا بيموتوا وبيتوجعوا قدامه، بالرغم إن هو وطاقم الدكاترة كلهم كانوا بيطمنوهم، بس ما كانش فيه أي فايدة، وكل يوم الحالات عمالة بتزيد وبتموت بالعشرات. وده اللي خلى سينج يستقيل من شغلانته اللي ما كانش قادر إن هو يستحمل فيها، ولحد دلوقتي مش قادر إن هو ينسى أشكالهم وهما بيتألموا وكمان بيموتوا. فبتقول له راني إنها واثقة فيه، ودكتور جلايتس كمان كانت متأكدة إن هو الوحيد اللي يقدر يعمل ده ويكمل اللي هي بدأته، علشان كده اديت له الدفتر بتاعها وبتطمنه إنها تفضل جنبه على طول ومش هتسيبه. في الوقت ده بيكون تومي وكمان بير لسه بيدوروا على جاس في عربيات القطر كلها، وساعتها صاحبه بيفتكر إن جاس هو ابن تومي، فبيقول له تومي إنه مش ابنه لأ، فيسأله من تاني عن مراته لويسا وابنه الصغير. يظهر كده إن تومي كانت حياته مأساوية وكمان فقد العيلة بتاعته، فبتعرف بير إن تومي كمان خسر اللي بيحبهم في الفيروس. وساعتها تومي بيقول لصاحبه إن مراته وابنه وكل أصحابه في الفريق اتصابوا وكمان ماتوا، وفجأة بيقطع كلامهم دخول جاس اللي لسه بيدور على الكلب بتاعه. وتومي بيفرح إن هو لقاه أخيرا وبيطلب منه ينسى موضوع الكلب، فبيقول له جاس إن الكلب ده أبوه اللي عمله له من هدومه وريحة أبوه لسه فيه. تومي علشان بيصرف نظره عن الكلب بيفتح باب القطر ده علشان يوريه إن هم خلاص دخلوا حدود كولورادو، وفعليا جاس بيفرح وبيقول له كده فاضل نعرف بس فين منطقة جوجو اللي مكتوبة في العنوان، والحسن حظهم إن صاحب تومي كان عارف المنطقة دي، وبيقول لهم إنها في مدينة إكسس ومش بعيدة عنهم. بس المشكلة إن بير بتدخل عليهم بسرعة وهي بتقول لهم إنها لقت حراس أبوت في القطر وجايين عليهم، وهنا صاحبه بيقول له إن القطر أصلا بتاع أبوت، فبياخدهم عشان يهربهم من العربية التانية علشان يبعدوا عن الحراس في أسرع وقت لحد ما يوصلوا لعند آخر عربية اللي ركبوا منها أصلا، ومش بيكون قدامهم حل غير إن هم ينطوا من القطر. بس المفاجأة إن تومي بيلاقي الكلب بتاع جاس في نفس العربية اللي فيها الحراس، فبيقرر إن هو يلبس هدوم حراس أبوت عشان يدخل العربية ويجيب الكلب. وللأسف الحارس أول ما يشوفه بيعرفه وبيقول له إنه عارفه، ويوريه المنشورات اللي فيها صورته وإن هو كمان مطلوب القبض عليه. على طول بيقوم واخد الكلب وبيهرب ويرجع عند جاس وبير، وساعتها صاحبه بيقول له يهرب معاهم ويس
بيسيبه هو يواجه حراس أبوت ويعطلهم، وفعليا بيودع صاحبه وبيشكره على اللي هو هيعمله فعليا تومي وجاهس وكمان بير بينط من القطر هم التلاتة، وفعليا بيوصل الحراس وبيفضل صاحب تومي يتخانق معاهم ويضرب فيهم كلهم، وبكده يقدر جاس وفريقه ان هم يهربوا. والجميل بقى ان توم وبير بدأوا يتفهموا ويتصالحوا، والاجمل ان جاس بيلاقوا قدامه مدخل مدينة اكسس، واخيرا وصلوا للمكان اللي عايزينه بعد عناء ومسافة طويلة. في نفس الوقت ايمي وبنتها وكل المهجنين اللي معاهم بيكونوا بيجمعوا حاجتهم عشان يهربوا من المكان اللي الحراس اكتشفوه. وبعد ما يهربوا من المواسير اللي تحت الارض، ايمي بتطلب من ابيجيل انها تخلي بالها من كل المهجنين وانها هتروح تعطل الحراس وتجيلهم على طول. ايمي بتودع بنتها والمهجنين وبتقفل عليهم الابواب علشان محدش يقدر يوصل لهم، وهي بترجع على البيت وبتستنى الحراس يدخلوا عشان تقتلهم. في نفس الوقت بيكون سينج ومراته خلاص بيسيبوا البيت، وبيفضلوا ماسكين في ايد بعض هما الاتنين علشان خايفين جدا، وبيركبوهم العربية عشان يودوهم المعسكرات بتاعة ابوت. ودلوقتي بقى جاس هيقدر يوصل لهدفه، بس يا ترى الحقيقة هتفرحه ولا هتغير كل حاجة للابد؟ كملوا. وصلنا لاكسس في كولورادو، وبنلاقي مجموعة من العلماء بيعملوا ابحاث وتجارب، والعلماء دول تبع منظمة كبيرة اسمها فورت سميث. خليكوا فاكرين الاسم ده. دلوقتي هنفضل في نفس المكان، ولكن هنرجع بالزمن لورا شوية. قبل التدهور العظيم بنلاقي ان ريتشارد اللي بيشتغل في المنظمة دي بيروح على شغله زي العادة كل يوم، وريتشارد هو مسؤول النظافة والاصلاحات في المؤسسة كلها. والمعلومة هنا ان ريتشارد هو ابو جاس، بس دي بداية حكايتنا. كل يوم ريتشارد بيروح على شغله وينظف الارض ويصلح ويعمل كل الكلام ده، ومفيش مانع ان هو لو اتفرج شوية على التجارب اللي بيعملوها في المعمل، وبيشوفهم وهما بيحقنوا البيض، وبيشوف كمان الفراخ وبتكون شكلها غريب. وبعدها بيروح يكمل سهرته ويرسم شوية في مطعم سال ده اللي كان جنب شغله. وفي يوم وهو بيشتغل بيسمع خناقة جامدة بين واحدة من العلماء واللي كان اسمها بيردي، ايوه بالظبط دي هي ام جاس، بيسمعها وهي بتقول لهم ان المشروع ده بتاعها ومش هتتنازل عنه ابدا. وبعد الشغل ريتشارد بيروح على مطعم سال كالعادة، وهناك بيلاقي بيردي قاعدة جنبه وكانت متضايقة، فبيحاول يهون عليها اللي حصل ده في الشغل، وبدأوا ان هم يتكلموا مع بعض، وبيلاقي بينهم حاجات كتير مشتركة جامد، وبيكملوا السهرة مع بعض وبيتكلموا ويهزروا سوا. وبيسألها ريتشارد هي بتعمل ايه كعالمة جينات وفيروسات، فبتقول له ان هي كانت شغالة على مشروع مهم جامد، لكنهم للأسف هياخدوه منها بعد تعب سنة كاملة، وكمان هينقلوها لمكان تاني تشتغل فيه. فبيسألها ريتشارد عن المشروع ده، فبتقول له انها دورت في كل مكان في العالم على مكروب نادر، واخيرا قدرت ان هي تلاقيه وتحقن بيه شوية بيض، لانهم بياخدوا الفيروسات والميكروبات ويحقنوها على البيض علشان يعملوا التجارب، وبعدها بيحطوا البيض في البيئة المناسبة، وساعتها يا اما البيض يطلع لقاح مهم ويفيد البشرية، او يطلع حاجة فوق التوقعات ويعمل مشاكل تدمر كل حاجة. وبعد شوية بيخرجوا من المطعم، وبتقول له بيردي ان هي ساكنة قريبة جامد من المكان ده، وبيروح فعليا يوصلها للبيت. ولما بنرجع للوقت الحاضر بنلاقي ان جاس ومجموعته قدروا ان هم يوصلوا عند مطعم سال اللي دلوقتي بقى مهجور وكمان قديم، بيقعدوا يستريحوا شوية عنده، وبيفضل جاس يلعب ويتنطط وهو بيقول لهم ان هو اكيد هيتعشى مع مامته النهارده. وقتها الاتنين بيبصوا لبعض وهم صعبان عليهم الصدمة اللي ممكن يتعرض لها جاس لما يعرف ان امه ماتت او حصل لها حاجة اسوأ بعد الفيروس، فيقول لها تومي تتكلم بصوت واطي خالص علشان السمع قوي جامد عند جاس، وبيطلب منها انها لو رايحة تعيش في محمية معينة تاخده معاها. لكن واضح كده ان بير اصلا ما كانتش عارفة ولا مخططة هتروح فين بعد كده. المهم انهم بيكملوا طريقهم، والمفاجأة انهم بيلاقوا بيت جنب المطعم بشوية وفي دخان طالع منه، وده معناه ان في ناس ساكنة جوه البيت. ونرجع للماضي من تاني، ريتشارد كان لسه بيوصل بيردي اللي عزمته على كوباية شوكولاتة في بيتها، وبيفضلوا يتكلموا جوه البيت هما الاتنين، وبتقول له انه بيرسم حلو جامد. وفجأة بيردي بيجي لها تليفون من جودي صاحبتها في الشغل، وبتقول لها ان الجيش هجم على المعامل وبياخدوا كل حاجة، لكن هي قدرت تحافظ لها على التجربة بتاعتها في خزنة في المعمل. ووقتها بيردي بتتجنن وبتقول لريتشارد ان هي عايزة تروح حالا على المؤسسة ولكن مش معاها المفاتيح. ريتشارد بيفاجئها وبيطلع المفاتيح وبيقول لها ان هو هيساعدها، بس بيردي بتحذره لان ده ممكن يأثر على شغله في المعمل، وبيقول لها انه مصمم يساعدها مهما كان الثمن. وفي الوقت الحاضر بيكون جاس ومجموعته وصلوا عند البيت اللي جنب المطعم، ومن الرقم المكتوب بيعرفوا ان ده بيت بيردي ام جاس، واللي بيفضل يخبط على الباب جامد، وبتطلع ست غريبه وبتزعق فيهم، فبيسالها جاس عن بيردي امه. ساعتها الست بتستغرب وبتفتح الباب وبتقول له وهي مستغربه انت جاس انت لسه عايش، وبتدخله البيت. اما ريتشارد وبيردي في الماضي
دلوقتي، فبيقدروا ان هم يوصلوا للمعمل ووقتها ريتشارد بيستغرب من كميه الجنود اللي موجودين وبيسال بيردي ليه كل العدد ده وكانهم جايين حرب. فبتقول له بيردي ان هي فعليا حرب علشان التجربه اللي هي عملتها هتقلب الدنيا كلها وتدمر العالم. بتطلب منه ان هو يدخل معاها وهي هتوريه كل حاجه بالنسبه لجاس حاليا ومجموعته. فيدخلوا يتكلموا مع الست الغريبه واللي بتقول لهم ان اسمها جودي وكانت الصديقه الانتيم لبيردي امه واللي زمان انقذتها من الموت بعد ما كان الجيش بيعذبها عشان يعرف مكان حاجه امه. وتعرفوا كمان ان امه راحت من 10 سنين عشان تدور عليه ومن وقتها انقطع خبرها. وطبعا جاس لما يسمع الاخبار دي بيزعل جامد، لكن يظهر كده ان جودي بتحاول تخبي عنهم اسرار وتومي وبير حاسين بكده طبعا. فجاه جاس بيشوف تمثال عليه اسمه فورت سميث وبيتفاجئ وبيطلع المفاتيح بتاعه ابوه واللي بيكون عليها نفس الاسم وبيوريها لجودي واللي بتعرفه ان ابوه اصلا هو ريتشارد نفسه. وبتقول له ان فورت سميث دي المعامل اللي امه وابوه كانوا شغالين فيها. وهنا بتفتح خزنه سريه عشان تطلع منها مفتاح وتديهوله. وبتقول له ان امه كانت سايبه له كل حاجه في الاوضه اللي في الدور الثاني. جاس بيفرح وبياخد المفتاح وبيطلع على الدور الثاني. وطبعا الاثنين دول بيروحوا معاه، ولكن وقتها بيكونوا مستغربين جامد، وده علشان معامل فورت سميث هي السبب في انتشار الفيروس المميت اصلا، ومن وقتها والجيش قافلها. خلي بالك بقى من اللي جاي لان هيغير كل حاجه. في الوقت اللي بيفتح فيه جاس ومجموعه الاوضه اللي في الدور العلوي بنشوف مشاهد من الماضي اللي بيردي وريتشارد وهم داخلين المعمل علشان يجيبوا التجربه بتاعه بيردي واللي هنشوف هي عباره عن ايه. جاس بدا يفتح الصناديق ويشم ريحه ابوه وامه في الهدوم، وساعتها تومي وبير قرروا ان هم يفهموه كل حاجه علشان ما يتصدمش. بس المفاجاه ان جاس بيقول لهم ان كان سامعهم طول الوقت وعرفهم عايزين يقولوا له ايه بالظبط، ولكن دلوقتي بعد ما وصل لبيت امه وعرف كل حاجه ان لسه في امل. يعني الكارثه بقى لما بير تلاحظ ان في ملف مكتوب عليه اسم جاس، ولما تفتحه تعرف المفاجاه الاكبر. بس قبلها بنشوف بيردي من الماضي وهي بتفرج ريتشارد على التجربه بتاعتها وبتقول له ان التجربه دي كانت نتيجه ان هم حقنوا الميكروب النادر في البيض فعملت معجزه وانتجت اول طفل هجين واللي سموه جاس. ايوه بالظبط، وبكده نفهم ان جاس هو مجرد تجربه علميه ملهوش لاب ولا ام. وطبعا جاس لما بيشوف الصوره اللي ماسكها تومي بيقدر يفهم منها الموضوع لانها عباره عن صوره البيض بيتحقن ودكاتره وعلماء متجمعين حواليه وهو طفل في المعمل. وبير بتحاول تخفف عنه وتقول له انها كمان كانت طفله متبنيه يعني. وبالنسبه لبيردي وريتشارد فبياخدوا الطفل علشان يهربوا بيه، وساعتها ريتشارد بيشتت انتباه الجنود لحد ما بيردي تقدر تهرب بجاس. وبعدها بيروح يقابلها في الجراج وبتطلب منه ياخد جاس ويهرب بيه لانها لازم ترجع تحرق كل الابحاث والتجارب بتاعتها علشان دي لو وقعت في ايد حد هتموت ملايين البشر. وطبعا ده اللي حصل لان الابحاث دي كانت هي الفيروس المميت. ريتشارد كان بيحاول يرفض لان هو ما يعرفش يتعامل مع الاطفال، لكن بيردي بتديله الطفل وبترجع على المعمل وهي بتقول له لما اخلص هدور عليكم. وبعد ما يعرف جاس الحقيقه وان هو ملهوش لاب ولا ام بيتعصب ويزعل ويفضل يرمي في الحاجه، وبعدها بيهرب منهم وبيسيب لهم البيت ويفضل يجري في الغابه بالظبط زي ما كان ريتشارد بيهرب بيه جوه الغابه بعد ما اخده من بيردي. وبما ان احنا لسه في الماضي فخلينا نرجع لوقت انتشار العدوى. وقتها العمال كانوا بيطهروا المستشفى المركزي، لكن ما كانوش مهتمين جامد يعني بقوانين الوقايه من العدوى، فكان لسه بيشيلوا الاقنعه وبيدخلوا عادي. وعلى طول تدب خناقه بين اتنين من العمال، ووقتها جت عربيه ماشيه بسرعه خبطت واحد منهم ونزل صاحب العربيه يعتذر لهم. وصاحب العربيه هو نفسه بقى تومي اللي كان بيجري بسرعه جامد علشان يلحق مراته اللي خلاص بتولد، وطبعا بيواجه صعوبه ان هو يدخل للمستشفى لانها مليانه بحالات الفيروس. بس بيقدر في النهايه ان هو يتحايل على الحراس علشان مراته بتولد، ووقتها بيوافق ان هم يدخلوها تولد. لكن تومي طول الوقت كان قلقان من ان مراته تولد واحد متهجن، ولكن مراته كانت بتطمنه وبتقوله ان ابنهم هيكون بشري عادي. اما بالنسبه حاليا فبنلاقي ان تومي وبير لسه بيدوروا على جاس اللي خرج يجري في الغابه ومش عارفين هو راح لفين. ووقتها بير بتتكلم مع تومي وتقوله ان معنى اللي هم اكتشفوه ان جاس هو اول طفل مهجن وده اللي بيخليه مختلف عنهم كلهم، بس ايه السبب في ان هم عملوا جاس في المعمل من الاساس ده اللي مش قادرين يعرفوه. المهم ان تومي بيطلب من بير انها تفضل في البيت تستنى لحد ما جاس يجي من تاني، وهو بيروح يدور عليه في الغابه. اما جاس فبعد اللي حصل بقى بيرمي كل حاجه بتفكره بابوه وامه، كتاب القصص والكلب القماش وكمان صوره امه. وفجاه بيلاقي قدامه حاجه غريبه، طياره واقعه وكمان متكسره، بس جهاز الراديو اللي فيها لسه شغال. وقتها بيشوف الورقه بتاعت محميه ايمي للمهجنين وياخدها ويقراها، وواضح كده ان هو بيفكر يتواصل معاهم. بالنسبه لمحميه ايمي نفسها فبيلاقي ان الاطفال المهجنين
الباقيين لسه في النفق اللي تحت الارض ورايحين على الكنيسة علشان يستخبوا هناك، لكن فجأة بيلاقوا عربيات كتيرة ودبابات وقوات جاية على المحمية، واللي طبعا كلها بقيادة الشرير ابوت. في الوقت ده بتكون ايمي قاعدة قدام سماعات الميكروفون ومستعدة بسلاحها، فبيطلع ابوت فوق سور الحديقة عشان يتكلم معاها، وكمان بيحاول يهددها علشان تطلع الاطفال المهجنين من عندها، لكن هي بتتريق عليه وبتقول له انها مش خايفة منه وان الاطفال دول هم المستقبل ومش هيعرف يخلص عليهم مهما عمل، ولكن هو بيفهمها انهم مجرد فئران تجارب مش اكتر. وساعتها ايمي بتكون بتجهز للجيش اللي بره مفاجأة، وعلى طول بتسأل ابوت اذا كان بيحب الالعاب النارية ولا لا. في نفس الوقت بيبدأ الجنود ينطوا من على السور وبيدخلوا جوه الحديقة، لكن مفاجأة ايمي هي انها بتشغل القنبلة اللي بتفجر المكان كله وبترمي كميات كبيرة من الالعاب النارية، فبنلاقي ان الجنود عمالين بيطيروا في الهواء من قوة الانفجارات. وبعدها بياخد ابوت الجنود والباقيين ويقتحموا الحديقة، ولكن طبعا ايمي بتكون هربت. ساعتها ابيجيل بتاخد الاطفال المهجنين عشان يكملوا طريقهم للكنيسة، وبيقدروا يوصلوا لهناك، فبتطلع ابيجيل وبوبي من النفق عشان يستكشفوا المكان الاول، وبتطلب من بقية الاطفال يستنوا ايمي ترجع من تاني، بس وقتها بوبي بيروح يتمشى في الكنيسة، فابيجيل بتخاف عليه وبتروح تشوف هو راح فين، لكن الكارثة ان قوات ابوت بتكون وصلت للكنيسة وكمان مسكته، وساعتها ابيجيل بتحاول تستخبى منهم، لكن للأسف بيقبض عليها وهي بقى وبقية الاطفال كلهم. بنروح بقى بعد كده على دكتور سينج ومراته اللي بيودوهم عند حديقة ايمي، ده علشان يكون المقر اللي هيشتغل فيه سينج جنب الاطفال المهجنين. ولما بيكشفوا وشه بيلاقيهم حاطين مراته في اوضه لوحدها وحابسينها علشان مريضه، فيتخانق معاهم ويقول لهم يخرجوا مراته، فرد عليه ابوت وقال له على فكره انا عارف ان انت ضحكت علينا، ده علشان ننقذك، لكن دلوقتي انا محتاج العلاج في اسرع وقت. بيعرض على سينج ان هو هيوفر له كل حاجه وكل الطلبات بشرط يعمل العلاج، وساعتها هيطلع مراته وفوق ده هيكافئه كمان. في الوقت ده بتوصل ايمي للكنيسه علشان تاخد اطفالها المهجنين، ولكن طبعا بتلاقي ان كلهم اتخطفوا وبتصرخ جامد. اما تومي فلسه بيدور على جاس اللي جرى جوه الغابه، وساعتها تومي بيكمل شريط الذكريات بتاعه وبيفتكر ان هو بعد ما مراته ولدت راح عشان يشوف الطفل وهو خايف، لا يكون طفل مهجن، وفعليا اللي خاف منه طلع حقيقه لان ابنه اتولد على شكل دب. وساعتها تومي بيصرخ وترعب وفضل يجري عشان يخرج من المستشفى وكمان يهرب، بس المفاجاه انه هو في الاسانسير لقى الدكتور راكب جنبه. الدكتور هو نفسه سينج لما كان شغال في المستشفى، فلما شاف تومي بيعيط عرف انه خلف هجين، فقال له ما يخافش وان هو طالما بيحب ابنه ده هيخليه يشوفه دايما في احلى صوره. وساعتها تومي بيفكر انه يرجع لعند ابنه ولا يهرب. ولما بنرجع للوقت الحالي بنلاقي ان بير لسه بتدور في حاجات بيردي، وبتلاقي جهاز رادار ممكن تتواصل بيه مع شخص معين وهنعرفه بعدين، وكمان بتلاقي دبدوب شبه اللي كانت بتلعب بيه وهي طفله. وساعتها جودي بتدخل عليها علشان تتكلم معاها وبتسالها بير هم ليه عملوا جاسو بالرغم ان مؤسسه فورت سميث هي اللي اخترعت الفيروس، فترد عليها جودي وتقول لها ان بيردي قالت الاطفال المهجنين والفيروس كانهم واجهين لعمله واحده، يظهر ان ده هو المرض وعلاجه في نفس الوقت. اما تومي فبيقدر اخيرا ان هو يلاقي جاس، بس بيقول له ان هو مش هيرجع معاه وانه ندمان انه دور على الحقيقه وكان لازم يفضل يعيش في الغابه للابد. فبيحاول تومي ان هو يهون عليه ويقول له على فكره انا كان ابني برضه زيك، ولكن للاسف اتخلى عنه هو وامه، ولما رجع له عقله وراح ياخد ابنه ومراته لقاهم اتاخدوا خلاص وما بقوش موجودين، ومن وقتها وهو مش عارف هم راحوا لفين، علشان كده طول الوقت عمال بيأذي الناس وبيقتل، ولكن خلاص اتغير تماما دلوقت. وبيقول له جاس ان هو عايز يشوف الاطفال اللي شبهه ويعيش معاهم، لكن تومي بيقترح عليه ان هو يعيش معاه هو للابد ويكون زي ابنه ويروح يعيشوا مع بعض في اي مكان يحبوه، وممكن ياخدوا معاهم بير كمان. فبيفرح فعليا الطفل ويوافق على فكرته، لكن في كارثه دلوقت وهي ان جاس اتصل بالمحميه بتاعه ايمي من الرادار بتاع الطياره، وتومي ما يلحقش يتفاجئ لان هو بيلاقي رصاصه جت في صدره وبيسقط على الارض. جاس بدا يصرخ جامد وبيحاول يفوقه، ولكن بيلاقي عربيه ابوت جايه عليهم وبينزلوا يخطفوا جاس وبياخدوه في القفص وبيسيبوا تومي مرمي على الارض. وبعدها بيروحوا بالقفص لعند دكتور سينج علشان يبدا بيه ويعمل اللقاح، وجاس بيحاول يتماسك وبيقول في نفسه ان لازم محدش يعرف ان هو بيتكلم زي البشر. اما سينج فبيسجل في الريكورد بتاعه انه مش راضي على اللي بيعمله دلوقتي، والغريبه لما بيشوف جاس بيحبه جدا وبيلاقيه مخلوق جميل شبه الغزاله كده، فبيديله شوكولاته وفجاه بيسمعه بيقول له شكرا. وقتها سينج بيحس ان الهجين ده وراه قصه جامده، فبيقرر ان هو مش هيأذيه وبيطلب منهم يجيبوا له هجين غيره ويشتغل عليه. في نفس الوقت
دلوقتي بتكون بير في البيت قلقانة على جاس وتومي، وبتحاول تصلح الرادار اللي لقيته عشان تشوف هو هيقدر يتصل بمين. وقتها جودي بتفضل تتكلم معاها وبتسألها عن نفسها، فبتقول لها ان هي كانت طفلة متبناه، فترد عليها وتقول لها ان كان في ناس متبنيينها واسمها الحقيقي بيكي، لكن للأسف ان المرض ده اخذ منها ابوها وامها اللي تبنوها. ووقتها كان ليها اخت صغيرة من ابوها وامها دول، ولكن اختها دي كانت طفلة مهجنة، وساعتها كده جم اخدوها بعد ما ابوها وامها ماتوا، وبالرغم انها دورت عليها كتير ده علشان ترجعها يعني ما لقيتهاش، فاستسلمت بانها مش هتلاقي اختها من تاني. وفجأة بتلاقي جهاز الرادار بدأ يشتغل من تاني وبيتصل برقم فعليا اما تومي اللي لسه مغمى عليه، فبيلاقي ان عربية بينزل منها شخص بياخده وبياخد معاه حاجة جاز وبياخدهم كلهم معاه الحتة امان، ويظهر ان تومي بدأ يفوق ويفتكر ان جاز اتخطف. في الوقت ده بيكون جاز دخل مع الاطفال المهجنة في الاقفاص، اما راني فواضح ان المرض زاد عليها. سينجي ساعتها كان بيستعد ده عشان يبدأ ياخد النخاع بتاع الهجين الضفدع اللي قدامه، اما بير فقعدة بتفتكر اختها الصغيرة اللي خطفوها، ولكن هي لسه محتفظة بصورتها. والغريبة بقى لما نبص على الصورة بنلاقي ان هي نفسها ابيجيل يا عزيزي، البنت اللي مع ايمي واللي دلوقتي محبوسة مع الاطفال في سجن ابوت. على الناحية التانية بنلاقي ان تومي بيفوق وبنلاقيه نفسه اتعالج من الرصاصة ونايم في بيت غريب، وبتطلع اللي عالجته هي نفسها ايمي اللي بتقوله يستعد علشان لما يخف هيروح يجيبوا اولادهم اللي اتخطفوا. الجميل بقى ان جاز بدأ يلاقي عيلته الحقيقية لما اتجمع مع ابيجيل وكل الاطفال المهجنين، وبدأوا كلهم يقربوا من بعض ويحضنوا بعض. والمفاجأة اللي بنختم بيها الموسم ده وهو ان الشخص اللي رد على بير في الرادار كانت هي بير دي ام جاز. استنى الموسم التاني وشوفوا حلقات التانية وبس كده. شفنا في الموسم الاول انتشار الفيروس اللي قضى على البشر وظهور جينات جديده للاطفال المهجنه بالحيوانات، واللي كان من ضمنهم جاز اللي عرفنا ان هو اول طفل مهجن اصلا، واللي طلع في الاخر ان هو اتعمل في المعمل. وبالرغم ان الاطفال المهجنه اللي في محميه ايمي كلهم اتخطفوا علشان يبداوا الدكاتره العسكريين ان هم يصنعوا منهم اللقاح، طبعا ده باستخدام الدكتور سينج واللي اجبره القائد ابوت ان هو يعمل كده، لكن ده كان سبب في تجمع كل الاطفال المهجنه مع جاز اللي اتخطف معاه. وكان مفاجأة الموسم هو ظهور ام جاس اللي هي الدكتورة بيردي. وبنبدأ الموسم الجديد في مكان كله تلج، وبنلاقي الدكتورة بيردي بتعافر وهي ماشية في التلج ده علشان تقدر توصل للمكان اللي على الخريطة معاها. ولما وصلت للمنطقة اللي بين الجبال حطت المعدات بتاعتها ونزلت في حفرة عميقة جامد تحت الارض، والمفاجأة ان هي لقت السفينة المشهورة بتاعت الملك سامبسون. طلعت بيردي على السفينة الغرقانة من سنين وفضلت تمشي فيها، ولقت قدامها ظهور بنفسجي دي اللي شفناها في الموسم الاول بتاعه الفيروس. وفجاه حست الارض تحتها عماله بتنهار وقعت في حفره، وتلاقي نفسها في غرفه البحاره بس طبعا كلهم جثث دلوقتي وشكلهم كده ماتوا بطريقه مرعبه. الغريب بقى اننا بنلاقي الزهور البنفسجي دي متراكمه عند جثه منهم، والجثه دي خارج منها اكبر ظهرت بنفسج وفي ايدها كشكول قديم جامد. فتقوم بيردي واخده الكشكول وتلاقيه مذكرات الدكتور اللي كان اسمه جيمس واللي مكتوبه في سنه 1911. طبعا الكلام ده رايح على ان دي اول مره اكتشفت فيها بيردي الميكروب، وخدته المعمل وعملت منه جاز، وكمان منه جال فيروس اللي خلص على البشر. المهم ان بيردي فجاه بتحس ان في حركه قويه حواليها، وعلى طول الحبل اللي هي مربوطه بيه بياخدها ويشدها لبره المكان كله، وبيردي مش عارفه مين اللي بيسحب في الحبل واللي بيطلعها بره الحفره. بس الغريبه ان هي لقت اثار رجلين لمخلوق ضخم جامد في التلج. بنروح بعد كده على جاز اللي فجاه بيلاقي نفسه في مكان كله جليد برضه وايده كلها دم، فبينده على تومي لكن بيلاقيه جنبه غرقان في دمه. ووقتها بيقوم مفزوع من النوم وبيطلع ان كل ده كان حلم، ولما بيصحى بيلاقي نفسه لسه محبوس وابيجيل قاعده جنبه ومن حولهم الحراس بتوع ابوت واللي عمالين بيراقبوهم طول الوقت. والمكان اللي هم محبوسين فيه حاليا هو نفسه المحميه بتاعت ايمي، ويظهر كده ان ابوت بيفكر يعمل منها مشروع جديد، عشان كده بنشوف العمال في كل مكان شغالين في الحديقه. وفي الوقت ده بيكون واحد من العمال جايب علف جاز عشان ده هو الاكل اللي هيدوه للمهجنين ولا كانهم حيوانات فعليا. وقتها ابيجيل بتحاول تمنع الاطفال ان هم ياكلوا من الاكل ده لانهم مش حيوانات، بس للاسف بيقولوا جوع كافر بياكلوا غصب عنهم. وساعتها جاز ما بيكونش فاهم الاشارات اللي بتتكلم بيها ابيجيل مع الاطفال، ولما بتسالها بتقول له ان مش كل الاطفال المهجنين بيعرفوا يتكلموا، وفي منهم ما عندهوش احبال صوتيه اصلا علشان كده بتتواصل معاهم بالاشاره. وبعدها بتساله مين تومي اللي كان بينده عليه وهو نايم، فبي
بيقول لها ان هو واحد طيب جامد من البشر اعتنى بيه، بس دلوقتي هم قتلوه. لكن يظهر ان جاس مش عايز يقول لهم معلومات اكتر عن نفسه، فبيسالها عن المكان اللي هم فيه، فبتقول له ان دي حديقه الحيوان وانها لحد امبارح بس كانت محميه ايمي للمهجنين، بس للاسف ابوت وجيشه استولوا عليها. فبيقول لها جاس ان هو اكيد في مخرج في المكان ده وممكن يحفروا في الارض ويعملوا انفاق عشان يهربوا. وقتها بيلاقي بوبي خارج من حفره في الارض وبيعرف انه ممكن يحفر في الارض بس العمق بسيط. وقتها ابيجيل بتاخد جاس وتعرفه على كل الاطفال المهجنه اللي معاهم، وبيبدا يرحب بيهم واحد ورا التاني، اللي منهم فيل واللي قرد واللي قنفذ واللي كمان دبدوب وسلحفه. بس للاسف بتقول له ان هم امبارح اخدوا روي الطفل الضفدع ده علشان يعملوا عليه التجارب وشكلهم كده قتلوه. بنروح بعدها على مشهد قديم لنانسي جارد دكتور سينج اللي ماتت، وبنشوفها وهي بتفرج راني على الشقه الجديده لما جت تشوفها لاول مره، وساعتها كانت بتسالها عن عدد اسرتها، فقالت لها راني انها تسكن فيها هي وجوزها بس لانهم ما خلفوش علشان خافوا يجيبوا اطفال مهجنه. فبتطمنها نانسي انهم عندهم امان عالي في المنطقه، وبتعرفها على المكان وبتقول لها ان الجيران بيرحبوا بيهم فجاب لهم شوكولاته. فجاه بنلاقي وش نانسي اتحول وهي بتشاور على الجنينه وبتقول لراني ان ده المكان اللي الحصان بتاعهم قتلها فيه، وبنظره كلها شر تقول لها ان هي وجوزها خبوا الجثه. وساعتها بتترعب راني، وفجاه بنلاقي واحد داخل عليها من الباب، فبتحاول تهرب ولكن هو بيمسكها وبيديها حقنه. ووقتها بتفوق راني وبتعرف ان كل ده كان هلاوس، وطبعا من تاثير مضاعفات المرض عليها. والمفاجاه انها بتلاقي ان اللي بيديها الحقنه هو جوزها سينج. وقتها بترجع لحالتها الطبيعيه وصباعها يبطل يرتعش، وبتقوم تحضن جوزها وبتساله عن اللي حصل وجاب الجرعه منين. فبيقول لها انها اغمى عليها من امبارح وانه قدر يعمل جرعه جديده بس حبه قليلين. طبعا فهمت ان هو عشان يعمل الجرعه دي كان لازم يضحي بطفل من المهجنين، فبتشكره لانه بكده هينقذها ويقدروا يخرجوا من المكان بسرعه. وبعدها بيسيبها تريح شويه، وسينج بعد ما خرج يبص على الجرعه اللي فاضله بيلاقيها قليله جامد. ووقتها جاله قابض في وشه وقال له ان المفروض ما يستريحش نهائي ويروح يكمل الشغل، وبيعاتبه لان هو عمل المصل المؤقت ده لمراته من المهجن اللي هو اخده بدل ما يستخدمه في صنع العلاج النهائي. فقال له سينج انه عمل المصل علشان مراته تفضل عايشه. فيقوم قابض واخد منه الجرعه اللي فاضله وبيقول له انه ما يهموش موت مراته، المهم عنده هو العلاج، عشان كده هو خد منه الجرعه دي علشان يلحق يوصل للعلاج بسرعه ده لو عاوز ينقذها بيجبره يعني. فبيقول له سينج ان هو تعب وما قدرش ينام ساعتين على بعض. فبيرد عليه ابوت بان الفيروس بيتحور بشكل فظيع وانه قضى على 98% من البشر، والنهارده الصبح خلص على نص مدينه كامله. علشان كده ابوت بيطلب من سينج ان هو يعمل المصل في 3 ايام بس وبيسيبه علشان يسافر، وبيطلب من المساعد بتاعه جوني ان هو يتولى المكان وياخد القياده لحد ما يرجع من السفر. في نفس الوقت بتستمر عمليات الكسر والتجديد في الحديقه، وده بيأثر على الاوضه اللي محبوس فيها الاطفال المهجنه، وبيقربوا من بعض علشان يحموا نفسهم. في نفس الوقت بيفكروا في حل عشان يخرجوا بيه من المكان ده يعني. فبيقول لهم جاس ان هو اتصل بالراديو بتاع الجمعيه وهو ده اللي خلاهم يعرفوا مكانهم. وساعتها بيجي لهم فكره ان هم ممكن يستخدموا الراديو برضه ويبعتوا رساله لايمن علشان تيجي تنقذهم، بس المشكله ان الراديو في الاوضه اللي فوقيهم، وعلشان يوصلوا ليها لازم حد منهم يطلع من السجن اللي هم فيه ويكون الحل مع بوبي اللي بيحفر في الارض ويقدر ان هو يخرج لبره الاوضه بتاعتهم ويطلع من الحفره للغرفه اللي فيها المفاتيح ويرجع لهم بيها. ووقتها جاس واللي معاه ياخدوا المفاتيح ويحاولوا بصعوبه ان هم يفتحوا باب الاوضه ويستخبوا من الحراس اللي كانوا هيشوفوهم. ووقتها جاس وابيجيل اللي هم اللي بيروحوا على اوضه الراديو، وبعد ما فضلوا يتنقلوا من مكان للتاني يا عزيزي قدروا اخيرا ان هم يوصلوا لغرفه الراديو. احب اقول لك هنا ان انا عندي قناه تانية لملخصات الافلام الكوري وكمان المسلسلات، لو بتحب النوع ده من الملخصات اللينك هتلاقيه تحت في صندوق الوصف او اكتب في البحث سكريبت بلس. يلا نكمل. حاليا بعد ما وصلوا عند الراديو ابيجيل استخدمته وقدرت توصل الرساله لايمي وتقول لهم على مكانهم، ولما رجعوا يستخبوا اخذوا بالهم من عربيه فيها جثه روي فعرفوا ان هم فعليا كده قتلوه. ووقتها بتروح ابيجيل علشان توصل رساله تانية لامها، لكن جوني بيقفشها وبياخدها هي وجاس ويرجعهم الزنزانه من تاني. ووقتها جوني بياخد منهم المفتاح اللي سرقوه، لا وكمان لما يعرف ان بوبي هو اللي حفر وطلع من الزنزانه يعني بيركب له في رقبته جهاز انذار علشان ما يقدرش يخرج في اي حته من تاني. فتقوم الاطفال سأل جاس وابيجيل عن اللي عملوه، فبيطمنوهم انهم قدروا فعليا يوصلوا عند الراديو وبعتوا الرساله، لكن ابيجيل بتقول لهم ان روي مش هيرجع تاني خلاص. ووقتها الاطفال كلهم بيزعلوا
وكمان بيخافوا. جاس لما شافهم كده قال لهم انه فعلا روي مش هيرجع لانه هرب، قدر يهرب منهم وينقذ نفسه وانهم هم كمان هيقدروا يهربوا زيه، ففرحوا الاطفال جدا واتغير مودهم على الاخر. شكله كده يا عزيزي قائد. بالنسبه لابوت فبنلاقيه رايح يقابل واحد غريب كده وبيستغرب ان هو واقف مستنيه لوحده، مع انه المفروض انه كان في بينهم ميعاد اجتماع، وكانت المفروض زانج المتحكمه في منطقه تكساس وواحد كمان مسؤول عن الجزء الغربي من البلد يحضروا الاجتماع ده، لكن يظهر كده ان محدش فيهم موافق على كلام ابوت ومحدش بيحبه اساسا، علشان كده هم مجوش. وقتها ابوت بيتعصب، لكن لما واحد من رجالته بيقول له انهم ممكن يقتلوهم فورا بيأمرهم ابوت انهم يسيبوهم يمشوا، وبكره هيندموا لما يعرفوا العلاج اللي هيعمله دكتور سينج. ولما بنرجع على جاس واللي معاه بنلاقي ان الحراس بيركبوا كاميرات مراقبه على باب الزنزانه علشان محدش يقدر يهرب من تاني، وابيجيل بتحاول تفك جهاز الانذار من رقبه بوبي لكن من غير اي فايده. ووقتها ابيجيل بتسال جاس ليه كذب عليهم وما قالهمش الحقيقه وهي ان روي مات. رد عليها وقال لها انه مش عايزهم يزعلوا او يفقدوا الامل، فبتقول له ده النت السلحفه اللي معاهم يعني بتخاف من الضلمه، ولما الليل هيجي هتخاف جدا لان ما عندهمش اي نور في الزنزانه. وقتها جاس بيقول لها ان تومي كان دايما بيطمنه ويقول له ان هو هيلاقي حل لكل مشكله، وللاسف تومي دلوقتي تلاقيه مات وراح عند ابو جاس. فجاب يقطع كلامهم دخول الحراس اللي واضح انهم داخلين ياخدوا حد جديد، والمفاجاه ان اللي بيدوروا عليه هو جاس شخصيا، وفعليا بياخدوه معاهم وسط صريخ وعياط من الكل بيودوه لعند الدكتور سينج، وهناك سينج بينفرد بيه وبيساله اذا كان يعرف يتكلم، لكن جاس بيفضل خايف وساكت وما يردش عليه. فيقول له سينج على فكره لو ما اتكلمتش هتحصل روي، فبيساله جاس هو ايه اللي عامله في روي. وقتها سينج بيتاكد انه يعرف يتكلم فيساله عن اسمه وسنه، بس المشكله ان سينج بيستغرب جدا لما يعرف ان عمر جاس 10 سنين، ولما يعرف منه اللي علمه الكلام كان هو ابوه بيقول له مين ابوك هو فين. جاس بيقول له ان ملهوش اب واللي رباه مات خلاص، ولسه عمال يزن عليه عاوز يعرف هو عمله ايه في روي. فيقول له سينج انه عمل كده في روي علشان ينقذ مراته واللي بتموت، فبيساله جاس وهو خايف معنى كده انك هتعمل في الاطفال كلهم زيه. ساعتها بيتعصب سينج ويقول لجاس انه مش شخص وحش لكن هو عايز حد يساعده انه يوصل لعلاج يخفف عن كل الناس من غير ما يأذي اي هجين، وبيطلب منه ما يكذبش عليه في الاجابه لانه مستحيل يكون عمره 10 سنين لان الفيروس اصلا عمره 9 سنين بس، وده معناه ان جاس مش طفل مهجن. وفجاه سينج بيفتكر حاجه وهي انهم لما كشفوا على جاس ما لقوش عنده سره، وده معناه ان هو مش مولود، ده مش طفل طبيعي. فبيطلب منه ان هو يخليه يتواصل مع اي حد من اهله، لكن جاس بيقول له ان ابوه مات بس هو يقدر يتواصل معاه احيانا في وسط ظهور البنفسج بس. فيوعده سينج ان هو مش هيأذيه لا هو ولا اطفال التانية بس بشرط واحد، يساعده ويقول له على كل المعلومات اللي هو عايز يعرفها. فبيوافق فعليا جاس وبيطلب منه القلم اللي بينور بيه، وبعدها يرجعه على الزنزانة من تاني، وكل الاطفال بيفرحوا وبيقول لهم جاس ان هو مش هيمشي من غيرهم وانه قدر يوفر لهم وقت اكتر ومحدش هيقدر يأذيهم. وبياخد القلم اللي بينور في الضلمة ويحطه في الازازة علشان يعمل اضاءة كبيرة، وساعتها البنت السلحفة بتطمن وبتغني وكلهم ينبسطوا. وبعدها بيروح جاس عند اوضة مراته علشان يطمن عليها، ولما بيلاقي عندها زهرة البنفسج ظهرت في اوضتها بتخطر في دماغه فكرة وهنعرفها كمان شوية. بنروح بقى للمفاجأة الأكبر وهي دكتور بيردي واللي بترد على بير في الرادار، وعلشان تطمنها بير قالت لها إن جودي صاحبتها كويسة وإنها جاية من طرف جاس، فبتتفاجئ بيردي وبتفرح لما تعرف إن جاس لسه عايش، لكن بتزعل لما تعرف إن ريتشارد مات، وكمان جاس عرف كل حاجة عن أصله وده اللي خلاه يهرب. فجأة بيردي بتسمع كل حاجة في الرادار وبتعرف إنها متراقبة، وبتقول لبير إنها تهرب من المكان اللي هي فيه حالا لأن الجهاز اتعرف مكانه وهيجوا يقبضوا عليها، لكن بتطلب منها تدور على شريط اسمه جروف لأنها سجلت عليه رسالة لجاس لازم يسمعها. بير بتقفل التليفون وبتروح مع جودي ويدوروا على الشريط، وأول ما بتلاقيه بتكون السلطات وصلت للبيت، وساعتها جودي بتقفل الباب على بير علشان تخليها تهرب من الشباك، وبتطلب من بير إنها تسلم الشريط لجاس وتعيش حياتها بعدها، وبتروح هي تضحي بنفسها وتقابل الحراس. ساعتها بير بتهرب فعليا من الشباك، ولما يحاول واحد من الحراس إن هو يمسكها بتوقعه من الشباك بس للأسف بتقع معاه ويغمى عليها. كل ده وبيردي مش عارفه ايه اللي حصل ولا عارفه تتواصل تاني مع بير، لكن بتفوق بير وبتاخد اللاسلكي والشريط وتبعد عن البيت، وللاسف بتشوفه وهو بيتحرق وبيكسروه. اما الاطفال فبيقعدوا كلهم يتجمعوا حوالين اللمبه اللي عملها جاس، واللي في نفس الوقت الحراس بيجيبوا لهم الاكل الجاف اللي بياكلوه. والمفاجاه
ان هما بيلاقوا في وسط الحبوب دي الكلب الامهش بتاع جاس، والاجمل ان عليه ريحه ايمي وكمان تومي. ساعتها الاطفال فرحوا جدا وعرفوا ان كده الرساله وصلت، وجاس بيعرف ان تومي لسه عايش وانهم خلاص هينقذوهم. وبنرجع بالزمن شويه لوقت التدهور العظيم، وبعد ما تومي ساب ابنه ومراته في المستشفى ورجع ما لقاهمش، فضل يدور عليهم في كل مكان واي حته ممكن يروحوا لها، بس برضه من غير اي فايده. ساعتها لقى الاعلان بتاع قوات الحرس اللي بيحموا الناس من الفيروس، ووقتها قرر ان هو ينضم ليهم، خصوصا ان هو لقى الفريق بتاعه كله والمدرب كمان انضموا ليهم، وبدا يحضر الاجتماعات بتاعتهم. وساعتها سال المدرب بتاعه ازاي ممكن يلاقي مراته وكمان ابنه، فالمدرب قال له انه لما ينضم للقوات هيعرف اجابه كل الاسئله اللي هو عايزها. فجاه تومي بيسمع صوت جاس وهو بينده عليه، فبيفوق من النوم وطلع ان ده كان حلم بيشوفه، وبيلاقي جنبه ايمي واللي بتفهمه اللي حصل كله وانها لقيته بعد ما ضربوه بالرصاص. فبيسالها اذا كانت لقت بنت اسمها بير في طريقها، فقالت له ان هي سمعت في الراديو انهم هجموا على بيت في المدينه وحرقوه، فممكن بقى تكون البنت اللي بيدور عليها فيه وماتت. فبيقول لها انه ما يعتقدش انها ماتت علشان ذكيه جامد، اكيد هربت. ايمي بتقوم تطمن على النبض والحاله الصحيه لتومي، وبتلاقي ان هو بقى كويس. وقتها بتقول له يبقى ده الوقت المناسب علشان ننفذ الخطه وننقذ الاطفال، ولسه بتشرح له هيدخلوا ويخرجوا منين. لقيته بيقول لها انها مش هتعرف تدخل وتخرج من الحديقه، وان هو هيروح وينقذ جاز بطريقته، لكن بتوقفه وتقول له ان لازم يساعدها لانها انقذته. فبيضطر ان هو يسمع الكلام ويفضل معاها، وبتقول له ان في ممر سحري في الحديقه محدش يعرفه نهائي، وانها هتدخل الحديقه وتجيب الاولاد وكمان تخرج من الممر ده. وهو بيستناهم بالعربيه عند مخرج النفق، فجاه وهما بيتكلموا وبتجيلهم رساله ابيجيل على الراديو، ولما يسمعوها يتفاجئوا، ولكن تومي بيمنع ايمي انها ترد عشان كده هتخلي الحراس يعرفوا وكمان يستعدوا. فبتاخد شنطتها وحاجتها وبتقول له انها هتنفذ الخطه دلوقت ومش هتستنى بالليل. تومي بيحاول ان هو يمنعها ولكن مفيش اي فايده، فبيقرر ان هو ياخد الكلب القماش بتاع جاس وبيروح هو عشان ينفذ خطه انقاذ على طريقته الخاصة. في الوقت ده بتكون ايمي وصلت الحديقة ودخلت متنكرة بين حراس ابوت، وكأنها واحدة منهم وشايلة كرتونة علشان تدخلها لجوه، وهي ماشية جوه الحديقة بتشوفهم وهم بيكسروا حاجتها وبيحرقوا الرسومات واللعب بتاعة الاطفال وبيدمروا كل حاجة. المشكلة بقى ان الحارس بيشك فيها، فبيعمل لها فحص عشان يعرف اذا كانت مصابة او لا، ولما بيطمن ان هي سليمة بيدخلها. لكن بعدها بتقابل ضابط تاني واللي بيقول لها تكشف وشها. هنا بيظهر تومي بهدوم الحراس برضو، وبيقول للحارس انها معاه وبياخدها ويمشي، لكن الحارس بيطلع له تاني ويقول له انه عارف ان هو تومي الهربان. وقتها بقى تومي بيضربه ويوقعه على الارض، بس المشكله بقى ان الحراس بياخدوا بالهم، فتومي بيقول لايمي انهم لازم يهربوا دلوقتي وبعدين يرجعوا يجيبوا الاطفال، علشان لو قبضوا عليهم دلوقتي مش هينقذوا نفسهم ولا الاطفال. لكن ايمي بيصعب عليها انها تسيب العيال وتمشي، فبيقول لها تومي انه هيبعت رساله ليهم هيفهمها جاس. وفعليا الرساله دي كانت الكلب القماش اللي حطها تومي في الاكل اللي هيدخله للاطفال. وبعدها بيجري تومي وايمي ويهربوا من النفق السري، وفي الوقت ده اللي بيجري الحراس ورا تومي وايمي بيكون الحارس دخل الاكل للاطفال، وجاس شاف الكلب وفهم الرساله، وساعتها بيفرحوا الاطفال عشان عرفوا ان الاثنين دول هينقذوهم. اما بير فبتقدر توصل عند المكان اللي كان فيه تومي وجاس، فبتزعل لما بتلاقي الجاكيت بتاع تومي عليه الدم، وبتعرف انهم اكيد خطفوا جاس عشان يعملوا عليه التجارب، فبتقرر ان هي تروح تدور عليه. وفي الوقت ده بيكون سينج واخد مراته علشان ينقلوها لاوضه تانية، فبتستغرب راني لكن بتنبسط انها اخيرا هيكون لها اوضه مع جوزها بره السجن اللي كانت فيه. لكن بتلاقي ان جوزها باين عليه التعب الشديد، فبتحاول تهون عليه وتقول له ان هي قلقانه عليه، فرد عليها وقال لها ان هو بيشتغل ليل نهار عشان يخرجوا. وفجاه بيلاقي الحارس بين ويقول له انه جاب الراجل بتاع الورد اللي طلبه، فبيروح سينج ويسيب مراته. وراني بتلاقي في الاوضه رسمه لامه وبنتها، بس واضح ان البنت من المهجنين. وبعدها بنلاقي الاطفال لسه بيحاولوا يفكوا الجهاز اللي في رقبه بوبي، فجاه دخل عليهم الحارس، فيقوموا مخبيين الكلب القماش علشان ما يشوفوش. وساعتها الحارس بياخد جاس عشان يقابل سينج، وبيدخله جاس لاوضه مليانه بالزهور البنفسج، وبتكون هي دي فكره سينج. بيقول لجاس من خلال الميكروفون انه اكتشف ان تاثير الزهور
البنفسج على المهجنين سحري وكأنه تنويم مغناطيسي بيأثر على ذكرياتهم، فيقوم مشغل المروحة عشان ريحة الورد ده أو الرحيق يعني تأثر على عقل جاس، وفعليا بيبدأ جاس يفتكر كل حاجة قديمة وكأنه انتقل لعالم تاني. فبيسأله سينج على اللي هو شايفه قدامه، وكمان بيطمنه إن هو جنبه وهيحميه. فعليا بيبدأ جاس إن هو يشوف الحديقة والسور اللي كان عايش فيهم، وبيسمع صوت أبوه وهو بيكلمه، لكن جاس طول الوقت بيكون خايف وعايز يرجع لأصحابه. في الوقت ده بيكون تومي وإيمي وصلوا عند العربية بتاعتهم، وبيكون تومي عايز يروح عند مدينة تانية عشان يجيب رجال أقوياء ويرجعوا يهجموا على أبوت ويحتل المكان وينقذ الأطفال يعني، لكن إيمي بترفض، فبيقرر إن هو يسيبها ويمشي لوحده، وإيمي بتوقفه وتقول له إنه مش هيعرف يخرج من هنا إلا بمساعدتها، فبيرجع لها غصب عنه. بس المشكلة إن العربية مش بتتحرك أصلا، أما روني فبتلاقي إن جوني بيجيب لها الأكل بتاعها وهو بيقول لها إن هو المسؤول في المكان بدل أبوت، فبتستغل روني الفرصة وبتفضل تسأله عن المكان، فبيقول لها إن المكان ده كان محمية للأطفال المهجنين لكن هم حابسينهم هنا دلوقتي، فبتطلب منه إنه يسمح لها تشوف الأطفال دول لأن عمرها ما شافتهم. أما جاهز فلسه بيفتكر ذكرياته القديمة، وبيفضل سينج جنبه بالصوت كده علشان يطمنه إن هو جنبه، لكن فجأة بيشوف الكوخ اللي كان عايش فيه مع أبوه بيخاف وبيطلب إن هو يرجع لأصحابه، وساعتها سينج بيقول له إن هو كمان محبوس في المكان ده زيه وإنه لازم يساعده علشان ينقذه هو وأصحابه وينقذ نفسه كمان. ووقتها بيدخل جاهز جوه الكوخ، فبيقول له سينج يدور على أي حد لابس بالطو طبي في ذكرياته، والمفاجأة بقى إن تأثير الظهور بيخلي جاهز يفتكر ذكريات من قبل ميلاده، إزاي معرفش، فعليا بيقدر يشوف المعمل اللي عملوه فيه ومشروع ميد نايت سان. دكاترة وعلماء في كل مكان، فبيسأله سينج عن أي اسم شايفه، فبيقول له إن هو شايف اسم المعمل فورت سميث. ووقتها بيخاف جامد وبيحس إن في حاجة هتقتله، وفي اللحظة دي بيفوقه سينج عشان يرجعه من تاني للواقع، وبيشكره إن ساعده يعرف الحياة كلها. أما بير فلسه على الطريق بتدور على حد يساعدها، فبتلاقي مجموعة ماشية ومعاهم عربية، فبتركب العربية خطف كده وبتدور على أي أكل وشرب، وبتشوف ست عجوزة قاعدة، وفجأة بتلاقي واحد بيخرجها من العربية ويقول لها توريه صباعها عشان يعرف إذا كانت مصابة ولا لا، وبعدها بتطلب منه توصيلة علشان بتدور على أصحابها، وفعليا بيوافق الشاب وبتركب معاهم بير، وبيقول لها إن هو اسم جوردن. أما إيمي فبتقدر أخيرا تصلح العربية علشان تمشي بيها، فبيسألها تومي اتعلمت ده فين، فبتقول له إن هي كانت في الجيش فترة، والمفاجأة إنهم يا دوب صلحوا العربية ولسه هيمشوا بيها لقوا طيارة فيها كاميرات مراقبة بتحدد مكانهم للقوات، فبيجروا بالعربية عشان يهربوا منهم، بس المشكلة إنهم بيعرفوا مكانهم خلاص، فبتقدر إيمي إن هي تهرب من الحراس بصعوبة. ووقتها تومي بيقدر بالنبلة بتاعت جاس إن هو يوقع طيارة المراقبة. في الوقت ده راني بتقدر إنها تشوف أبيجيل، وبيفضلوا يبصوا لبعض، وبنرجع لإيمي اللي قدرت هي وتومي إنهم يهربوا أخيرا من الحراس. ووقتها بيبلغوا القوات إنهم هربوا خلاص، ولما الأطفال بيسمعوا كده بيزعلوا لأنهم افتكروا إنهم جايين ينقذوهم. أما بالنسبة لجاس فهو راجع لزنزانته وبياخد أقلام التلوين من على الأرض، ولما بيرجعوا لزنزانة بيلاقي الأطفال زعلانة، ولما بيسألهم قالوا له إن إيمي وتومي مشيوا، فبيقول لهم إنهم أكيد في حاجة معطلاهم، وبتقول له أبيجيل إنهم لازم يهربوا وما يستنوش حد ينقذهم. وقتها جاس بيقول لهم إن هو عارف يوديهم فين لما يهربوا، هيوديهم للبيت اللي كان متربي فيه في الغابة، غابة يولستن، وبالألوان اللي معاه هيرسم لهم البيت اللي كان ساكن فيه، فبيفرحوا فعليا جامد بالرسم والوصف اللي عمال بيقوله لهم جاس عن البيت. وساعتها سينج بيكون فرحان لأنه لأول مرة عرف كل الأسئلة عن طريق جاس اللي كانت بتدور في باله. بنرجع دلوقتي بالزمن لورا شوية مع دكتورة اسمها جيليان، ودي كانت مسؤولة في معمل فورت سميث، ودايما كانت بتدور على السر اللي يخلي الناس يعيشوا فترة أطول ده من غير ما تمرض، عشان كده كانت بتشتغل في المعمل هي والفريق بتاعها علشان مشروع مهم جامد ومفيد للعمر واسمه ميد نايت سان. وفي يوم عملت اجتماع كبير علشان تكلم الناس عن المشروع ده واللي هيكون السبب في كوارث كتير هنعرفها كمان شوية. دلوقتي نرجع على جاس وأصحابه واللي بدأ يحكي لهم حواديت كتيرة عاشها مع أصحابه والمغامرات اللي قام بيها مع تومي وبير، والأطفال بيجمعوا حواليه وهم فرحانين جامد، لكن فجأة بيدخل عليهم الحراس وبينادوا على جاس. ساعتها أبيجيل بتقول له ما تنساش تجيب حاجة معاك نفتح بيها القضبان، وبعدها يخرج جاس للحراس، لكن يظهر إن الأطفال مش مطمنة لموضوع خروج ودخول جاس كتير ده، فبتقول لهم أبيجيل إن جاس شخص كويس ولازم يثقوا فيه. بعدها بنقوم رايحين عند الدكتور سينج اللي واقف جنب مراته وبيقول لها انه لازم يروح على معمل فورت سميث النهارده علشان عايز يعرف الحل ويوصل للعلاج من غير ما يقتل واحد من الاطفال تاني، بس هي بتقول له انها هي كمان حاسه بالذنب لان
علشان يعمل لها المصل بتاعها اضطر ان هو يقتل واحد منهم، فبيقول لها انه هيروح المعمل ويرجع بنتيجه كويسه. اما ايمي وتومي فلسه في طريقهم لمدينه فاكتوري واللي هيجيب منها الرجال الاقوياء اللي هيحارب بيهم ابوت. المفاجاه بقى ان لما بيوصل اخيرا للبلد دي وبيسالهم عن الاخوه اللي هم الاخوه هيكي الثمانيه، بيلاقيهم ماتوا كلهم في الموجه الاخيره للفيروس. كده بقى الموضوع اتعقد بزياده. بنروح بعدها البير اللي لسه ماشيه مع جوردن وعيلته، فبيتكلموا مع بعض وبتحكي له عن تومي وجاس بس طبعا من غير تفاصيل. فبيقول لها جوردن انه فقد عيلته كلها تقريبا في الفيروس ده ما عدا ابوه اللي كان واحد من رجاله ابوت، لكن جيش الحيوانات اللي بيدافعوا عن المهجنين قتلوه. طبعا بير سمعت كده واتصدمت وما رضتش تقول له اي حاجه عن نفسها، لكن هو بيقول لها ان هو هيروح ينضم لرجاله ابوت. وفجاه لقوا القطر ماشي، وساعتها بير خافت بس جوردن طمنها وخلاها تشوف ان القطر بيعدي يحط بضاعه اكل وشرب للناس، وطبعا كل ده برعايه ابوت علشان يضم الجيش اي واحد من الشعب لسه باقي. بالنسبه لجاس فبيكونوا اخدوه مع دكتور سينج على معمل فورت سميث، ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا المكان متكسر وكمان مهجور. وبنروح بعد كده على ايمي وتومي واللي قاعدين بيفكروا في حل الموضوع، فبتحكي له ايمي على انها فقدت اطفال قبل كده ومش عايزه تفقد اطفال تانية، علشان كده هي عندها حل. مجموعه من الرجال الاقوياء كانوا بيساعدوها اول ما بدات مشروع المحميه، ممكن تتصل بيها يساعدوها. ولما لقت تليفون في المطعم انبسطت وقامت علشان تتصل بيهم، بس فجاه لقت ست في وشها بتقول لها ان محدش يستخدم التليفون لانها مستنيه اتصال من اختها من 9 سنين ولسه ما اتصلتش، وخايفه تتصل بيها وتلاقي التليفون مشغول. طبعا واضح ان الست دي عندها حاله عصبيه، فبيقوم تومي يهون عليها وكمان ايمي وبيقول لها انهم هم كمان عايزين ينقذوا ناس ومش هينفع يعملوا كده من غير ما يتصلوا بالتليفون. وبكده بتقدر ايمي تعمل المكالمه اللي هي عايزاها وتتصل بالناس علشان يجوا يساعدوها. وبنرجع بعد كده لجاس واللي بعد ما دخل المعمل سينج بيطلب منه يحاول يفتكر اي حاجه، لكن جاس مش فاكر فبياخده ويمشوا جوه المعمل. وفجاه وهما ماشيين جاس بيحس ان في حد معاهم، هنا الحارس الجامد بتاعهم بيجهز السلاح ويدور عن اي حد مستنيهم، لكن بيلاقوا ان الحركه دي مصدرها الفراخ اللي ماليه المكان. فبيروح سينج يدور في المعمل، وبعدها بنروح على راني اللي سمح لها الحارس بدخول زنزانه المهجنين. وقتها دخلت تتكلم معاهم، ولما شافت ابيجيل نادت عليها وودتها في السر خضار وفاكهه علشان تاكل هي والاطفال من غير ما اي حد يعرف. اما جاس فبيقعد يلعب في كل مكان لحد ما سينج يخلص تدوير، ولما بيسيبوا الحارس بيفضل يدور في المعمل ويلاقي صندوق ابوه ريتشارد، فبيفتحه ويدور فيه وبياخد منه الكماشه بتاعه ابوه. وبعدها بيروح على دكتور سينج اللي واقف قدام ثلاجه الشوكولاته ده علشان ياخد اخر واحده فيها، لكن ما بيعرفش يطلعها. فبيجي الحارس يخبط على الثلاجه جامد فيطلعها، ولسه هيمسكها بايده لقى تمساح ضخم هجم على ايده. جاس وسينج هربوا بسرعه لكن التمساح جه وراهم، ولما لقى واحد من الحراس عدوا في رجله وكان هيقتله لولا ان جاس عرف ان التمساح ده طفل مهجن، فقعد يتكلم معاه ويعرفه على نفسه، فقال له التمساح ان اسمه بيتر، لحد ما قاموا جايين الحراس وخضروا بالمسدسات ده علشان ياخدوا بيتر معاهم هو كمان. ووقتها بقى جاس وسينج بيلاقوا نفسهم في معمل ميد نايت. اما بير فتفضل تحكي مع جد وجدة جوردن واللي بيقولوا ان بقالهم 40 سنة شافوا خلالها كل حاجة وعدوها سوا. وبعدها بتتكلم مع جوردن وتقول له ان جيلهم اتظلم وما قدروش يدخلوا جامعة او يعيشوا حياتهم. اما تومي وايمي فلسه قاعدين في المطعم مستنيين رد من الجماعة اللي اتصلوا بيهم، لكن المفاجأة ان هم بيلاقوا رجالة ابوت في المكان وعايزين كل سكان المدينة علشان ابوت يخطب فيهم يقول لهم يعني كلام. ولما بيخرجوا كلهم في الميدان بيلاقوا ابوت واقف وبيقول لهم ان هو خلاص عمل علاج للفيروس اللي بيدمر حياتهم وان قدر يوصل له خلاص، بس طبعا اللي ابوت بيتباهى بيه ده هو بس عباره عن نص الجرعه اللي كان اخدها من الدكتور سينج. وبيعمل عرض كده بان هو يجيب واحد عنده الفيروس وبيديله العلاج فالاعراض بتروح خالص من المريض. وقتها الكل بيصدق ابوت وان هو خلاص وصل للعلاج وزي الفل، ما عدا تومي وايمي اللي نفسهم يقتلوا ابوت ورجالته. بنرجع من تاني للاطفال المهجنه اللي بيحاولوا انهم يفتحوا شباك الزنزانه لكن برضه مش بيعرفوا، وبيعملوا دوشه وبيسمعهم الحارس وبيقول لهم يبطلوا دوشه شويه وما يعملوش اي حاجه غلط علشان ما يكونش مصيرهم زي روي صاحبهم. ساعتها بيعرفوا ان ابيجيل وجاس كذبوا عليهم، فبتضطر ابيجيل انها تقول لهم على الحقيقه. اما جاس وسينج اللي لقوا نفسهم في المعمل اللي طلع منه جاس بيفضلوا يدوروا عن اي حاجه او اي دليل ينفعهم، فبيلاقوا شريط المؤتمر بتاع جيليان، ولما بيفتحوه بيلاقوا المؤتمر اللي عملته وكانت بتتكلم فيه عن المشروع بتاع ميد نايت سان، وبتقول انها
بتشتغل في المعمل ده علشان تعمل مشروعات تطول العمر، وكمان بتتكلم عن العالم الكبير جيمس ثاكر اللي كان عنده ضمور في العضلات، وعلشان يعالج نفسه سافر للقطب الشمالي سنة 1911، ده عشان يروح لقرية صغيرة معروف ان اهلها مش بيتعبوا خالص، بيعيشوا فوق 100 سنة. وعلشان كده جيليان بتقول ان هي خلت الفريق بتاعها يدور في الموضوع ده، ونتيجة البحث هتعلنه الدكتورة بيردي. ولما بتيجي بيردي علشان تكلمهم، اول ما بيشوفها جاس بيقول لسينج ان هي دي امه، وبتقول للناس ان نتيجة شغلها وابحاثها مذهلة جامد وهتعلن ده دلوقتي. وفجأة بتطلع لهم الطفل جاس وكمان بتحضنه. جاس بيتأثر لما يشوف امه بتحضنه، فبيفهم سينج الموضوع كله وبيقرر ياخد كل العينات اللي في المعمل. وبنروح بعدها على ابوت اللي في طريقه للرجوع للمحمية، لكن في الطريق بيطلب منهم يقتلوا الراجل اللي ادوا له المصل بتاع العلاج عشان محدش يكذبه لو لقوا الراجل رجع له المرض من تاني. بنروح بعد كده لبير وجوردن اللي قرروا ان هم يسيبوا مجموعتهم ويروحوا ينضموا لرجالة ابوت. في الطريق جوردن بيقول لهم ان هو سمع ان ابوت استولى على الحديقة بتاعت الحيوانات، كانت محمية زمان وحابس فيها كل الاطفال المهجنة. وساعتها بير بتفرح وبتعرف ان اكيد جاس في الحديقة دي، فبتصرخ وبتجري عشان تروح لهناك. اما جاس فلما بيرجعوا لاصحابه بيقول لهم ان هو جاب لهم كماشة عشان يفتحوا الزنزانة، لكن بيلاقيهم كلهم زعلانين منه علشان كذب عليهم في موضوع روي، وبتقول له ابيجيل انها قالت لهم الحقيقة. ويظهر كده ان الاطفال بقوا بيشكوا في جاس بسبب دخوله وخروجه الكتير. اما سينج فبدأ الشغل ويشوف كل الفيديوهات بتاعت بيردي عشان يحاول يوصل لعلاج. اما بير فلما بتوصل عند معسكر جماعة ابوت بتقول لجوردن انها هتنضم معاه للجماعة دي، وطبعا دي الطريقة اللي هتخليها تقدر توصل لعند جاس وكمان تنقذه. فعليا بتمضي طلب الانضمام. اما تومي وايمي كمان بيكونوا لسه في المطعم مستنيين اتصال من الجماعة بتاعتهم، وفعليا لقوا التليفون بيرن والجماعة بتتصل بايمي. وبعدها بنروح لحفلة كبيرة والناس بتحتفل وترقص وكأنهم بره عالم الفيروس، وايمي وتومي بيحاولوا انهم يشقوا طريقهم بين الناس عشان يقدروا يوصلوا للطريق اللي المفروض يقابلوا فيه الجماعة بتاعتهم. فبيسألها تومي عن اسم الجماعة دي، فبتقول له ان هم جماعة اسياد الجو. فطلع تومي يعرفهم وقال لها انهم جماعة مرتزقة ما بيعملوش اي حاجة من غير فلوس، لكن ايمي بتقول له انهم ساعدوها قبل كده لما بدأت مشروع الجمعية. وفجأة اول ما يطلعوا على الطريق بيلاقوا جماعة ملثمين كده خطفوهم وغطوا وشهم ودخلوهم جوه العربية. في الوقت ده بنروح على جاس اللي واقف في مواجهة الاطفال كلهم بعد ما عرفوا ان هو كذاب في موضوع روي. يعني جاس بيحاول يفهمهم ان هو كذب عليهم علشان محدش يفقد الامل، وانه بيعمل كل ده علشان يخرجهم من هنا بسلامة، لكن واضح انهم محدش بقى بيوثق فيه ولا يصدقوا، وقالوا له ان هم يهربوا لكن من غيره. وابيجيل كمان بتقول له ان الحراس بياخدوه ويرجعوه من تاني، لكن لما اخدوا روي ما رجعوش وقتلوه، علشان كده هم شايفين ان جاس مش واحد منهم. ساعتها جاس بيحس انه خايف وكلهم ضده. اما دكتور سينج فبعد دراسات كتير للابحاث والفراخ والبيض قدر ان هو اخيرا يعمل العلاج اللي بيدمر الفيروس وبيخفيه من الجسم. ووقتها انبسط جدا وبص لصورة الدكتور بيردي وقال لها انه نجح في انقاذ البشر. ووقتها بتدخل عليه مراته راني وبتشوفه بيكلم الصورة. هنا بتسأله مين الست دي، فبيقول لها ان كل ده مش مهم، المهم ان هو اخيرا هيقدر يخلصها من المرض. راني بتحس انها طايرة من الفرح، لكن المفاجأة انها بتلاقي على خدها دم من اثر ايد سينج، وبتشوف ايده كلها دم وفي جثة متغطية على السرير. واضح من ضخامتها انها الواحد من المهجنين، فبتخاف من جوزها وبتقول له انها هتروح على اوضتها. وبالنسبه للاتنين دول لما اتكشف وشهم لقوا ان اللي خطفوهم هم جماعه اسياد الجو نفسهم. ويظهر ان واحد فيهم كان يعرف تومي من ايام بطولاته في الكوره، فعمال يغلس عليه بالكلام لحد ما جت دولي الزعيمه بتاعتهم ورحبت بيهم. ايمي بدات تعرفها بنفسها وتفكرها بالمساعدات اللي قدمتها لها زمان، وبتوريها رسمه بنتها ابيجيل وبتقول لها ان ابوت ورجالته خطفوا كل الاطفال. وساعتها دولي بتقول لها انها عشان تساعدها في انها ترجع الاطفال لازم تدفع لها ثمن كبير. طبعا ايمي معهاش اي فلوس واتصدمت اصلا من رد الفعل، لكن تومي وقتها اتصرف وقال لدولي ان اللي هتكسبه من الحرب دي هي غنائم الحرب، علشان معسكر ابوت مليان بكل حاجه سواء ميه واكل واسلحه ودبابات وحوارات. ساعتها دولي ورجالتها بيغريهم الكلام ده ويقنعهم بالحرب فعلا، وبيوافقوا ان هم يساعدوهم. اما بير وجوردن فبيوصلوا عند معسكرات التدريب بتاعت ابوت، وهم بيقدموا نفسهم في الجنود الجداد وبيخلوهم يسيبوا كل حاجتهم من الشنط والجواكت وغيرها على الباب. لكن بير بتخاف على الشريط اللي المفروض تسلمه الجهاز، فتحطه في كم القميص بتاعها وتخبيه علشان محدش يشوفه. وبيروحوا بعدها على التدريب، وفي نفس الوقت بيرجع ابوت على الحديقة
الطريقة وبيتفاجئ بالتغييرات اللي حصلت. ولما بيسأل جوني اللي كان ماسك مكانه بيقول له ان نقل راني مراد سينج الأوضة جديدة، وكمان حصل هجوم عليهم من الست اللي كانت صاحبة الحديقة، لكنهم ما قدروش يقبضوا عليهم. ووقتها أبوت بيتعصب ويقول له انه بيندموا كل ما يمسكوا المسؤولية. بعدها بنرجع للاتنين اللي دول بيتفرجوا مع المعسكر، وبتعمل لهم ايمي خريطة بالحديقة بتاعتها وتقول لهم على كل المداخل والمخارج اللي فيها. والراجل اللي مش بيحب تومي عمال يغلس عليه لسه، عمال يتكلم وحش عن الاطفال المهجنين فبيتعصب تومي، لكن دولي بتلم الموضوع وبتخليهم يبعدوا عن بعض. وقتها بتعتذر لتومي عن قلة ادبه. جاسبا قاعد في جنب لوحده كده وكل الاطفال قاعدين مع بعض، لكن بوبي بيجيله ويقعد معاه وبيمسك الكلب القماش ويلعب بيه. وقتها بياخد بوبي الكماشة اللي مع جاس وبيقدر ان هو يفك بيها الجهاز بتاع الانذار اللي في رقبته، فبينبسط جاس وبيقول لبوبي انه واثق فيه وعارف انه طيب، وبيطلب منه يشيله علشان يدخل في النفق بتاع التهوية ده عشان يخرج ويطلب المساعدة. وفعليا بيشيله جاس بيدخله في نفق التهوية، لكن لما أبيجيل بتشوف كل ده بتحاول تمنعهم، بس بوبي هو اللي بيقول لها انه رايح يدور على امهم، فبتزعق لجاس لانه هو كده هيضيع بوبي، فبيعتذر لها. اما راني فبتكون في المعسكر بتاع أبوت، لكن بيجي لها جوني ويقول لها ان أبوت وصل واصدر تعليمات بانها ما تمشيش من غير حراس. والمفاجأة ان جوني وهو بيتكلم وبيتلخبط وبيعترف لها ان أبوت هو اخوه الكبير، لكن طبعا مش هتفوت المعلومة دي. فبتسأل جوني ليه راضي عن تصرفات اخوه الظالمة وما بيعترضش عليها، فبيقول لها انه مضطر يوافق لان مفيش اي حد عنده عيلة دلوقت. ووقتها أبوت بيكون رايح زيارة لمعمل سينج علشان يسألوا عن النتيجة اللي وصل لها، لكن بيتفاجئ ان المعمل مليان بالفراخ، فبيسأل سينج عن الموضوع فبيقول له ان الفراخ دي معدلة وراثيا من مشروع ميدنايت سان، وان جواه موجود الاجسام المضادة للفيروس، بس المشكلة ان الاجسام دي مش هتشتغل مع جسم البشر، لكن الاجسام المضادة اتوافقت مع بيتر الطفل التمساح، ودي الجثة اللي كان بيشتغل عليها سينج علشان يعمل العلاج. ولما دمج الاتنين مع بعض دم بيتر مع الاجسام المضادة يعني اللي كانت في جسم الدجاج قدر انه يعمل العلاج اللي بيدمر الفيروس. أبوت اول ما سمع الكلام فرح قوي على الاخر يعني، لكن بياخد الكبسولة اللي عملها سينج بتاعت العلاج وبيقول له انه مش هيسمح له ان هو يعالج مراته على طول لحد ما يعمل اللي هو عايزه الاول، بس هو مبسوط باللي عمله عشان كده هياخده ويحتفل بيه هو ومراته الليلة على عشاء. بنرجع بعدها على المعسكرات دولي، وبنلاقي ان تومي بيقول لهم ان جيش أبوت ما يعرفش يضرب بالمسدسات، ودي هتكون ميزة ليهم عشان يدمروهم، لكن المشكلة ان العربيات والطيارات اللي مع جيش دولي ما فيهاش بنزين يكفي المشوار. وطبعا الراجل المؤذي وقتها امن تاني وفضل يغلس على تومي، لكن المرة دي تومي ما قدرش يستحمل فقام ونزل فيه بالضرب. وقتها دولي ضرب الطلقة في الهواء وطلبت من تومي ان هو يخرج برا المكان. وفي الوقت ده بتكون بير بدأت الاختبارات بتاعتها في السرعة والقوة والجري وضرب النار، بس المشكلة ان هم بيحطوا لها النشان على طفل من المهجنين وده بيوقفها شوية، لكن بعدها بتقدر تضرب النشان مظبوط لدرجة ان الكل بيستغرب من المهارة اللي عندها. ويسألها القائد اتعلمتي فين الحاجات دي كلها، فبتقول له ان بعد ما ابوها وامها ماتوا من المرض اتعلمت كل حاجة بنفسها. اما سينج فيروح لعند مراته واللي بتقول له ان أبوت جاب لها هدوم تحضر بيها لعشاء الليلة، وبتقوم علشان تجهز، فبيقول لها ان هو عارف ان أبوت مؤذي بس المهم انه معترف بنجاحه في صنع العلاج وهيدي له قيمة المعنوية والمادية علشان كده هيستحمل شوية لحد ما يقدر ان هو يخلص منه. لكن يظهر ان راني بقت خايفة ومش مطمنة من اللي عمال بيحصل، وبينزلوا بعدها للعشاء وبيلاقوا أبوت مستنيهم وده بيرحب بيهم، بس بيقدر يحس ان راني شخصية مش سهلة، فبتقول له ان هي اللي اختارت اصناف الاكل النهاردة، وكمان عزمت جوني ياكل معاهم علشان من العيلة واخو أبوت. طبعا أبوت بيستغرب ويتعصب لان جوني قال لها على السر ده، وبيقول لهم أبوت ان هما بيحتفلوا النهاردة بعبقرية سينج اللي قدر اخيرا ان هو ينقذ العالم ويخترع العلاج اللي هيخلص العالم من المأساة اللي استمرت لتسع سنين. ويظهر ان الموضوع انتشر في العالم علشان كده الاجتماع اللي كان رايحه أبوت واتلغى رجعوا يتكلموا معاه من تاني ويعتذروا له. اما ايمي فراحت تتكلم مع تومي وتسأله عن اللي عمله وبتعاتبه لانه كان المفروض يمسك اعصابه حتى لو اتكلم وحش عنهم وعن المهجنين، فاعترف لها انه عمل كده فيه لانه حس بالذنب لانه كان زمان بيصطاد المهجنين وبيسلمهم لأبوت ورجالته، بس ده كان علشان ان قال له واحد لما يعمل كده هيقدر يوصل للقيادات العليا ويعرف منه مكان مراته وابنه، لكن للأسف فضل يقبض على الاطفال المهجنين وبرضه ما قدرش يوصل للاتنين اللي هو مراته وابنه. وقتها ايمي بتتعصب وتفضل تضرب فيه لانه كده
عتب عليها وقال لها انه ما عملش اي حاجة لما كان في جيش ابوت وبتسيبه وكمان تمشي. اما بير فجوردن بيتكلم معاها وبيقول لها ان الجنود بيتكلموا عن مهاراتها، لكن هو حس ان هي مخبية سر معين وبيطمنها انها ممكن تقوله على اللي هي عايزاه وهو هيساعدها. فجأة بيقطع كلامهم المدرب واللي بيختارها هي وجوردن وواحد تالت علشان يعملوا اول مهمة وهي انهم يقبضوا على هجوم معين. اما العشاء مع ابوت فلسه ماشي كويس، ده حتى ابوت بدأ يحكي لهم عن ذكرياته مع اخوه وبيقول لهم ان امهم ماتت بالفيروس، لكن هو تعهد لامه انه هيخلي باله من اخوه الصغير اللي هو جوني. وفعلا من يومها وبقى ابوت هو الاخ الاقوى وجوني هو القلب الطيب اللي بيعطف ويسامح. وفي نهاية العشاء ابوت بيقول لسينج وراني ان بكرة في اجتماع مهم مع الثلاث الرؤساء عشان يتفقوا على الصفقة الجديدة، ويرجعوا بعد العشاء على اوضتهم وهم مش عارفين ابوت بيفكر في ايه بالظبط. بالنسبة لجاس فبيكون في الوقت ده بيحاول يحفر شباك الزنزانة ده علشان يفكوا ويعرفوا يهربوا، لكن فجأة الحراس بتشوف الكلب القماش جوه الزنزانة فبيدخلوا ويفضلوا يهددوا في الاطفال عشان يعترفوا الكلب القماش ده جه منين، وبيقول لهم انه هيقتلهم لو معرفش. محدش فيهم بيرضى يتكلم، لكن جاز بيجري باقصى سرعه وبيضرب الحراس بقرونه وبيطلع لبره الزنزانه باقصى سرعته، وفجاه بيخبط في واحد ويقع على الارض، والواحد ده بيكون هو نفسه ابوت اللي بيعرف ان ده جاز اللي بيتكلم، فبيرحب بيه باسلوب ماكر كده. ووقتها جاز بيكون ميت من الرعب، اما بوبي فبيقدر ان هو يخرج من فتحه الشراع وبكده يقدر يروح يدور على امه ايمي. اما بير وجوردن فبيكونوا في طريقهم للبيت اللي هيهجموا عليه وبيستخرجوا منه الهجين ده علشان يودوه لحديقه الحيوانات ويقول لهم القائد انهم لو قدروا ينفذوا المهمه دي هيبقوا على طول رسميا جنود، ولما بيروحوا الحديقه هيقدروا يشوفوا باقي الاطفال المهجنه. وبيقول لهم انهم لقوا اطفال منهم كتير، ووقتها بير بتعرف ان هو جاس فبتنبسط ان هي هتروح له. اما ايمي فبتستعد مع المجموعه ان هم هيروحوا يهجموا على الحديقه، لكن وقتها بتطلب من دولي ان هي تمنع تومي انه يجي معاهم وبتقول له ان جاس هيتربى معاهم لكن مش هيكون امين عليه وممكن يأذيه. وساعتها بقى تومي بيتعصب ويقول لها ان جاس ده زي ابنه ويفضل يزعق من غير فايده، فبيقرر ان هو ياخد عربيه ويطلع على الحديقه وبرده ينفذ المهمه بتاعه الانقاذ ولكن بطريقته الخاصه. استنوا الجزء الرابع وكمان الاخير وبس كده. بعد ما قضى الفيروس على البشر وظهرت الاطفال المهجنه اللي كان اولهم الطفل المميز جاس واللي اصلا طلع ان هو نتيجه تجربه مختبر، وشفنا محاولات كثيره لحمايه الاطفال المهجنه سواء من بير وتومي وكمان ايمي، وكمان شفنا محاولات للقضاء عليهم من ضمنهم الجبار ابوت قائد الجيش يعني. لكن دلوقتي قدر دكتور سينج بمساعده الطفل جاس ان هو يوصل لصناعه اللقاح اللي بيعالج الفيروس وكمان يدمره، طبعا ده من غير ما يقتلوا اي طفل مهجن. في نفس الوقت كان تومي وكمان ايمي ومعاهم عصابه اسياد الجو قرروا ان هم يروحوا يرجعوا الاطفال من جماعه ابوت، لكن بعد اللي عرفته ايمي عن ماضي تومي الخطه اتغيرت خالص، ويبدا الجزء الجديد مع ذكريات تومي لما كان شغال مع جيش ابوت عمال بيصطاد الاطفال المهجنه وكمان بيقبض عليهم علشان يسلمهم له، لكن كل مره ضميره كان بيوجعه. وفي الليله دي قرر ان هو يواجه مديره ويقول له انه طلب منه يشتغل في جيش ابوت علشان يقدر يوصل لمراته وابنه، ولحد دلوقتي مفيش اي اخبار عنهم. فرد عليه المدير وقال له ان هو هيكلمني المسؤولين ويشوفوا له اي حل، بس لازم يعرف ان هو في الاول والاخر ابنه هجين، يعني حتى لو عرف مكانهم مش هيدوا له ابنه، وانه ممكن يفضل شغال معاهم ويكون من الاغنياء. بس تومي بيقول له ان هو مش مهتم باي فلوس، هو بس عايز مراته وابنه. كل الذكريات دي بتدور في دماغ تومي وهو واخد العربيه ورايح ينقذ جاس من ابوت، بس المشكله ان العربيه وقفت في نص الطريق وبرده ما همش ونزل يجري على الحديقه. وفي الوقت ده بيكون ابوت موقف جاس قدامه بعد ما قبض عليه قبل ما يهرب، والغريبه بقى ان جاس خلاص ما بقاش خايف منه اصلا وواقف قدامه كده بمنتهى الشجاعه بالرغم ان ابوت عمال بيهدده وبيقول له ان المهجنين كلهم هيموتوا لانهم اساسا العلاج للفيروس، وقال له ان دكتور سينج هو اللي اكتشف كده وعلى طول يمسكه من قرونه، وقال له ليه تحارب في عالم مش عايزك. وللاسف بعدها طلب من الحارس بتاعه ان هو يقطعهم له، ولما رجعه للزنزانه مع اصحابه اللي جريوا عليه اول ما شافوه، لكن هو طلب منهم يبعدوا عنه. وساعتها ابيجيل والاطفال قربوا عليه وشافوه كده، شافوا ان هم قطعوا قرن من الاثنين وهرب يستخبى منهم، ولكن ابيجيل سالته ليه عملوا فيه كده، فقال لهم انهم عايزين يخوفوهم وانهم كان عندهم حق في ان هم ما يدوش ثقه لدكتور سينج لان هو كان عمال بيخدعهم وهيستخدمهم كلهم علشان يعمل العلاج. وساعتها ابيجيل قالت له انها كانت بتحب تقرا عن الحيوانات وعرفت معلومه مهمه عن الغزلان، وهي ان لما القرن بتاع
بتاعهم بيتقطع بينمو من تاني بس بيكون اقوى وكمان اكبر بكتير. بعدها بيتفقوا على انهم هيهربوا من الزنزانة، وبنروح بعد كده لعند دكتور سينج اللي بيشوف حالة مراته وبيلاقي انها مستقرة، وبيتكلموا على المؤتمر اللي هيعمله ابوت النهاردة علشان يتكلم فيه هو وسينج على العلاج الجديد يعني مع الاعضاء التلاتة. وبعدها سينج بيعمل تجربة تانية عن نتائج العلاج الجديد، ولكن الكارثة ان هو لقى الفيروس ظهر من تاني في العينة اللي اخدت العلاج، وده معناه ان العلاج فشل، وتعصب جدا ومجرب عينة تانية وكمان تالتة وكل التجارب بتفشل. سينج حس ان هو عمال بينهار، ولكن مراته عمالة بتحاول تهديه، فبيقول لها انه ابوت لو عرف اللي حصل ده هيقتلنا لانه هيفتكر ان احنا بنخدعه. فبترد عليه وتقول له ما يقولوش اي حاجة ويخلي المؤتمر يمشي عادي ويتكلم عن العلاج قدام الاعضاء التلاتة، ولما يكتشفوا بعدين ان مفيش اي علاج ولا حاجة هم هيتقلبوا على ابوت وكمان يقتلوه، وبكده هم يتحرروا ويخرجوا من المكان ده. فبيقول لها ان هم لو مشوا من هنا مش هيعرفوا يعملوا العلاج اصلا علشان مفيش اي امكانيات في اي مكان تاني. فردت عليه وقالت له ان هي خلاص راضية، تعبت من المقاومة وعايزة تموت اصلا. اما بالنسبة لبير فبعد ما انضمت خلاص لجيش ابوت طلعوها في مهمة علشان تقبض على المهجنين ومعها زميلها جوردن، وفضلوا يراقبوا البيت لحد ما قاموا يهجموا عليه. والمفاجأة بقى ان اللي كان في البيت مش المهجنين، لا دي تايجر اللي كانت مع بير في جيش الحيوانات اللي بيدافعوا عن المهجنين. وطبعا قامت بينهم عركة جامدة وطحنوا بعضهم الاتنين، ولكن بير كانت بتبعد جوردن عن تايجر علشان ما يقتلهاش، فطلبت منه ان هو يروح يجيب المساعدة وهي هتتصرف معاها. تايجر فاكرة ان بير خاينة وراحت لجيش ابوت، لكن بير بتحاول تفهمها ان هي عملت كده علشان تنقذ جاس، بس يظهر ان تايجر مش مصدقاها ولسه جاية تضربها. راحت اخذت ضربة من جوردن على راسها على طول وجات الارض. بس استنى، هو معنى كده ان جوردن سمع كلامهم وعرف سر بير؟ تابع معانا. دكتور سينج بيستعد علشان المؤتمر، وطبعا ابوت بيقول له ان هو مش عايز اي اخطاء النهارده. وقتها بيوصلوا الاعضاء الثلاثه واولهم داتش وجماعته بتوع الارض المنخفضه، وتانيهم فوس وجماعته المتدينين، والثالثه الكبيره فيهم هيلين وجماعتها اللي مسيطرين على معظم اجزاء العالم. وبعد ما بيرحب بيهم ابوت بيعرفهم على دكتور سينج اللي اخترع العلاج، اما بالنسبه لجاس وكمان مجموعته المهجنين يعني، فبيبداوا يتفقوا على خطر الهروب. اما ابيجيل فقالت لهم لازم نرجع الثقه لجاس من تاني بعد اللي حصل، واتفقوا كلهم ان جاس هيكون القائد بتاعهم. وفي الوقت ده بيكون تومي لسه بيجري علشان يلحق جاس، ووقتها بيكمل شريط الذكريات بتاعه لما المدير بتاعه زمان دله على مكان واحد يعرف مكان مراته وكمان ابنه. وقتها تومي راح للراجل ده وهدده علشان يقول له على مكانهم، ولكن للاسف ده بيديه شنطه وكمان اعتذر له ومشى. والمفاجاه ان تومي لما فتح الشنطه لقى جواها جمجمه مراته وكمان ابنه، فعرف انهم قتلوهم وفضل يصرخ جامد من الزعل. ودي كانت نهايه تومي مع جيش ابوت. واللي بنرجع له في المؤتمر التاني وهو بيقدم خلاص دكتور سينج علشان يتكلم على علاجه، ووقتها قال لهم الدكتور ان المرض بينتشر طبعا بسرعه رهيبه، العلاج هو املهم الوحيد، وبكده نفذ اللي اتفق عليه مع مراته. ولكن فجاه قلب وقال لهم ان العلاج محتاج مكونات اكتر، مكون سري وطبعا يقصد المهجنين. يظهر كده ان هو بيتكلم عن العلاج القديم، لكن ابوت رجعه لورا علشان ما يتكلمش عن المكون السري للعلاج، وده علشان ابوت هيقول لهم على مشروع الاضخم وهو مدينه ايفرجرين اللي بيسميها سفينه نوح. طبعا هيبنيها علشان يسكن فيها ناس معينة ويبدأوا عالم جديد. وفي الوقت ده بيكون الحارس بيستعد علشان يقدم الحبوب للأطفال المهجنة الأكل يعني، لكن المفاجأة انه لسه هيحط الأكل سمع واحد من الأطفال بيقلد صوته وكمان جملته بالظبط، فافتكر ان هما جايبين تسجيل جوه الزنزانة، ففتح الباب ودخلهم كده بعصاية كهربا وعلى طول ضربوه كلهم واتكتروا عليه واخدوا من العصاية دي وكهربوه كمان وكوموه على الأرض. ساعتها اخدوا المفاتيح وخرجوا، وابو دبا كان لسه عمال يتكلم على المدينة بتاعته وبيقول لهم ان كل واحد منهم من حقه يجيب 150 واحد من المقربين ليه، بس على شرط ان كل واحد من الاعضاء التلاتة هتكون ليه مهمة في المدينة، يعني مثلا داتش ومجموعته هيهتموا بمشاكل المية والري في المدينة، هيلين ومجموعتها مسؤولين مثلا عن الزراعة والاكل، اما فوس فهيكون مسؤول عن الكهرباء وتوليد الطاقة، وبكده المدينة تقدر تستمر وكمان تعيش. جاس بقى والاطفال لسه بيهربوا علشان يخرجوا من الحديقة، وتومي وصل خلاص لباب الحديقة وعلى
على طول ضرب ألعاب نارية في الهواء، وجيش أبو تتجمع علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل، وقتها جاسو الأطفال استخبوا علشان محدش يشوفهم، ولكن جوني أخو أبو طلع قوة لعند باب الحديقة علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل، وجاس لقى واحدة من الأطفال بعيدة عنهم، فطلب منها تقرب منهم، والمشكلة إن هي وقعت من إيدها حاجة فواحد من الحراس حس بيها، وجاس طلب من أبيجيل إنها تاخد الأطفال وتهرب، وراح هو علشان يشتت أنظار الحراس عن البنت، وفعليا الحارس جرى ورا جاس وأبيجيل تاخد الأطفال وتهرب، وكان جاس عمال بيهرب بأقصى سرعة، ولكن لما سمعهم بيتكلموا عن المدينة الجديدة وكمان العلاج طلع لهم كده بكل جرأة وقلب ميت، وقال لهم إنهم مش هيقدروا يعملوا الدواء ده، وحاول واحد من الحراس إن هو يسكته، ولكن هي اللي انطلبت منه يتكلم، فقال لهم إن المرض هو العدو بتاعكم مش الأطفال المهجنة، العلاج عايزين يعملوه من قتل كتير من المهجنين. وقتها كلهم عرفوا إن المكون السري طلع هو الأطفال دول، فقال لهم أبوت إنها الطريقة الوحيدة علشان يعيشوا، وطلب من الحارس إن هو يضرب جاس، ولكن ده بيهرب، وطبعا بقى الاجتماع اتفض وكلهم مشوا ومش موافقين، وأبوت جرى ورا عربية هيلين علشان يقنعها، وقال لها إنه ممكن يقنعهم كلهم، فقالت له شرطها الوحيد إنها تجيب كل عيلتها وكمان قوتها معاها للمدينة الجديدة مش بس 150 واحد، وإنها تقضي على فوس وداتش وقوتهم. فعليا أبوت بيوافق، وهيلين رجالتها بينفذوا المهمة، بيخلصوا على فوس وداتش واللي معاهم، أما القوة اللي طلعت علشان تشوف البوابة واللي بيحصل عندها، فلقوا تومي بيكلمهم من ميكروفون ويقول لهم إن هو هيقول لهم على خبر مهم مقابل إن هو ياخد واحد من الأطفال المهجنين، فبيطلبوا منه إن هو يطلع لهم ويتكلم معاهم بنفسه، فبيطلع ويقول لهم على خطة إيمي في الهجوم على الحديقة، وكمان بيقول لهم إن هو عاوز بس جاس من وسط الأطفال. بس فجأة قطع كلامهم خروج بوبي من الحفرة في الأرض وسطهم، وبوبي أول ما شاف تومي عرف وقال له إن جاس كلمه عنه، وطبعا قوة أبوت تمسك بوبي علشان تقبض عليه. وقتها تومي ما استناش وعلى طول نزل فيهم ضرب كلهم، وهرب بوبي بس يقبضوا على تومي. وقتها راني بقى كانت بتعاتب سينجا علشان هيساعد أبوت ويعمل له العلاج من قتل الأطفال، بتقول له إنها مش عايزة تتعالج على حساب حياة حد، بس المفاجأة إن سينجا اتغير خلاص، وبيقول لها إن هو هيكمل في طريقه وهيعمل أي حاجة علشان يطلع العلاج، وبينده الحارس علشان يرجع مراته لغرفتها من تاني عشان يعرف يشتغل يعني. أبوت بيعرف إن أخوه هو اللي ساعد جاس إن هو يهرب، فبيعاتبه وبيضربه، أما جاس بقى فلسه بيهرب منهم، فجأة سمع اللي بينده عليه وبيقول له يا سويت توث. جاس عرف إن هو تومي وما صدقش عينه، وتومي بيزعل لما بيشوف القرن بتاعه مكسور، ولكنهم أخيرا بيرجعوا لبعض وبيعرف إن هو جاي عشان ينقذه، وفي نفس الوقت بتكون بير وجوردن قبضوا على تايجر وجايبينها لأبوت ورجالته، وساعتها بقى كلهم بيسمعوا صوت طيارات جاية عليهم، وفعليا الطيارة بتحتف جهاز لاسلكي عند أبوت علشان يتكلموا معاه منه. أول رحلة عملوها راني وسين سوا كانت للريف، وقتها سكنوا في بيت جميل وانبسطوا وكانوا لسه متعرفين على بعض، ووراها التمثال بتاع مامته واللي ادتهوله علشان يفتكر بيته مهما بعد، وفي الوقت الحاضر بنلاقي نفس التمثال محطوط في أوضة راني واللي بترجع لها بعد ما جوزها طردها من المعمل علشان يشتغل، والغريبة ان راني لاحظت ان التمثال والأوضة كلها بتتهز جامد، وده بسبب الطيارات اللي كانت فوق المكان كله بتاعت ايمي واسياد الجو اللي بيساعدوها، وأبوت لسه في ايده جهاز لاسلكي واللي بتتكلموا فيه هي ايمي نفسها، وبتقول له انه لو خرج بسلام من بيتها وساب لها الاطفال مش هتأذيه ومش هتعمل له اي حاجة. طبعا أبوت بيقعد يتريق عليها وبيضحك يعني، فبترد عليه وتقول له ان النمل الابيض معروف ان هو بينتشر بسرعة جامد، والحقيقة ان اللي تقصده بحكمتها دي هو البرميل الضخم اللي نزل من الطيارة بتاعت اسياد الجو، ونزل في نص الحديقة بين أبوت ورجالته، وكان في كمية بودرة وزهور بنفسجية، فخرج أبوت ورجالته يجروا من المكان. وقتها جاس طلع المفك بتاعه علشان يطلع تومي من الزنزانة بتاعته، وانتشر الخبر بان الاطفال كلهم هربوا، فبيطلب أبوت من اخوه جوني ان هو ياخد دكتور سينج ومراته ويوديهم على المدينة الجديدة اللي عمال بيبنيها. وبدأت بقى الدبابة تتحرك بجيش أبوت على ايفر جرين، وبكده اتنفذ الجزء الاول من الخطة بتاعته. وإيمي دخلت لحديقة الحيوانات بعد ما فضيت من رجالة أبوت، وبيروح أسياد الجو علشان ينفذ الجزء الثاني في الهجوم على رجالة أبوت علشان ياخدوا الدبابات والأسلحة بتاعتهم. ووقتها بتكون بقى بير وجوردن لسه في عربية من بتوع أبوت علشان تسلمهم تايجر، بس أسياد الجو بيحدفوا قنابل كده على عربيات أبوت كلها، فبتنزل بير وجوردن وتايجر من العربية ويهربوا قبل ما تيجي عليهم قنبلة. ووقتها تايجر بتحاول تهرب، لكن جوردن بيوقفها وبيكون عايز يضربها بالنار، ولكن بير بتدافع عنها وبتضرب جوردن علشان ما لقتش صاحبتها، وبتسيبها كمان تهرب، فبيتصدم جوردن
لما يعرف ان بير كانت من جيش الحيوانات اللي قتلوا ابوه، لكن هي بتعتذر له وبتقول له انها عملت كده علشان تنقذ واحد من المهجنين، وبتمشي تروح على الحديقة. وسينج بقى رغم كل اللي بيحصل لسه شغال في المعمل بتاعه علشان يوصل للعلاج برضو من غير اي فايدة. وقتها بيدخل عليه جوني علشان يقوله ان هو هيهرب هو ومراته، بس سينج بيقول له استنى لحد ما جمع الابحاث، وجوني بيقول له مفيش اي وقت وانه هيجمعها ويجيبها له. ايمي بقى بتوصل للزنزانة اللي كان محبوس فيها الاطفال، ولكن مش بتلاقي اي حد، وبتعرف ان هم ضربوا الحارس وهربوا. وتومي بعد ما خرج من زنزانته بياخد جاس علشان يهربوا، لكن جاس بيقول له انه مش هيمشي من غير اصحابه، وبيقول له كمان ان هو هيجي معاهم علشان ينقذهم كلهم، وبيوافق تومي وبيروح ينقذوا بقيه الاطفال. والاطفال وقتها بتكون مستخبيه في ممر عند البوابه ومش عارفين يخرجوا عشان الحارس، لكن بيجيلهم بقى فكره حلوه لما يلاقوا جنبهم حبل، فبتروح الطفله القرد وبتنط فوق السور وبتقدر ان هي تربط الحبل علشان يطلعوا كلهم عليه. ووقتها بقى بتروح ابيجيل تدور على جاس. وبالنسبه لجوني فبياخد سينج وبيروح عند راني وبيقول لهم يهربوا ويخرجوا عن السيطره بتاعت ابوت يعني ورجالته، وان هو مبسوط انه اتعرف عليهم. وراني بتشكره وبتقول له انه يهرب معاهم، لكن هو بيقول لها انه بالرغم ان اخوه قاسي ولكن هو محتاج له. سينج لسه بيقول لراني انه لو هرب مش هيعرف يشوف لها العلاج وهتموت في اقل من شهر، لكن هي بتقول له انها عايزه تهرب من الجحيم ده. اما بالنسبه لابوت فاخد رجالته وطلع على سطح مبنى بالصواريخ بتاعته، وعلى طول ينشنوا على اول طياره من بتوع اسياد الجو ويوقعوها. وبير لسه بتهرب من القنابل اللي عماله ترف في السماء على راس الكل دي، وفي اخر لحظه ينقذها تايجر من قنبله كانت هتقع عليها. وبعدها دخلوا هما الاثنين مبنى وبداوا يتعاتبوا على اللي حصل، وتايجر اعتذرت لبير على خيانتها ليها. وبعدها سالتها هي ليه مهتمه بجاز جامد كده، فقالت لها انها بتهتم بكل المهجنين، ولكن تايجر فهمتها وقالت لها انها بتساعد جاس علشان بيفكرها باختها ويندي اللي هي دلوقتي ابيجيل يعني. فتقول لها تايجر خلاص يلا ننقذهم، وانتي هتتولي قياده الجيش بتاع الحيوانات من تاني. والمفاجاه بقى ان الجيش كله كان في المنطقه اصلا، وايمي لسه في الحديقه بتدور على اطفالها المهجنين. ودخلت معمل سينج ولقت لقاح مكتوب عليه فتى الضفدع، فعرفت انهم قتلوا روي، فبتاخد ازازه الدواء معاها، وساعتها بتقرر انها تحرق المعمل كله باللي فيه حتى الابحاث. اما الاطفال فبتكون هربت فوق السور خلاص، وبيكون الدور على اخر واحد فيهم الولد الفيل، بس للاسف الحراس بيدخلوا ويوقفوه، والحسن الحظ بيظهر تومي وجاس من ورا الحراس، فاتنين من الحراس بيجروا ورا جاس اللي بيهرب بسرعه، اما تومي فبيمسك الحارس الثالث ويهره ضرب. وقتها بتكون ابيجيل بتدور على جاس، لكن المفاجاه انها بتلاقي امها ايمي، واخيرا بيتجمعوا وبتاخدها علشان يلحقوا الاطفال عند البوابه. وتومي لسه نازل ضرب في الحارس اللي قدامه، وجاس فضل يهرب بقى من الحارس، لكن اترعب لما شاف الحارس بيحط السكينه على رقبه تومي. بس تومي لما شاف خوف جاس بيروح يضرب الحارس اللي قدامه بقوه، وكمان يوقعه على الارض، والولد الفيل بينط على الحراس اللي كانوا تحته وكمان يوقعهم، وكده يتخلصوا من الحراس ويقدروا انهم يهربوا كلهم مع تومي. لكن جاس بيلاحظ ان ابيجيل مش موجوده. تومي بقى بيوعد ان هو بعد ما يوديهم لمكان امن هيرجع ينقذ ابيجيل، وبيجروا يركبوا الاتوبيس كلهم. وقتها كان ابوت لسه بيضرب طيارات اسياد الجو ويوقعهم واحده ورا الثانيه. وبعدها قعد يفكر في اللي حصل، ومسك ورده من الزهور البنفسجيه، والمفاجاه ان لقاها اصلا بلاستيك مش حقيقيه، فعرف انها خدعتهم علشان تفضي الحديقه وتاخد كل الاطفال، فامرهم يرجعوا فورا على الحديقه. ووقتها بيكون سينج ومراته خارجين بالشنط علشان يهربوا، ولكن في اخر لحظه سينج بيلاقي القرن اللي كانوا قطعوه من جاس، فبيفكر ان جاس هو الحل والحلقه المفقوده في العلاج بتاعه، فيقول لمراته هرجع للمعمل اجيب الابحاث وارجع لك. راني بتحاول توقفه وتخليه يجي معاهم يهرب. ووقتها بيكون تومي قادر ان هو يشغل الاتوبيس علشان يتحرك بالاطفال، لكن بيلاقوا ايمي جايه عليهم هي وابيجيل، وايمي بتشكر تومي ان هو انقذ اطفالها. وفي الوقت اللي بيوصل فيه ابوت على الحديقه بيشوف بقى انهم خارجين وبيغزوه، وبيكون سينج واقف قدام المعمل بتاعه وشايفه وهو بيتحرق بكل الابحاث بتاعته، فرجع لمراته علشان يقول لها، وهنا بيلاقي ان هي مشت وسابته وسايبه له شنطه. وانطلقت راني على الطريق لوحدها، وكانت راجعه بيتها وبالنسبه لابوت فواضح ان هو مش هيستسلم وهيكمل طريقه. وقتها بيكون واحد من جماعه اسياد الجو لسه عايش بعد ما طيارته وقعت، وفجاه لقى قدامه بوبي، فطلب منه ان هو يساعده علشان يعرف مكان الدبابات بتاعت ابوت. الخبر الحلو بقى ان في وسط ما الاطفال فرحانين ان هم اخيرا نجوا، وايمي فرحانه بيهم، فجاه تبص على صباعها وتلاقي ان هو بيرتعش. بالظبط ايمي اتصابت بالفيروس. دلوقتي بنرجع لمشهد من الذكريات مع الدكتور بيردي، واللي كانت واقفه في معامل فورت سميث وبتشتغل على البيض اللي حقنوها. ووقتها كانت جيليان المسؤوله بتلوم واحد من العاملين، وده لان
انهم عندهم بيض يكفي قارة كاملة وكله محقون، ولحد دلوقتي مش عارفين ينتجوا جنين من اي بيضة منهم، وان ده بقى هيخلي المنظمات توقف تمويلهم، ووقتها بتكونبردي لقت حاجة غريبة جامد في واحدة من البيض ده، فلما حطيتها تحت الكشاف لقت ان فيها قلب بينبض، وقالت لهم كلهم على اللي هي لقيته. فرحوا جامد بان هم اخيرا هيقدروا يطلعوا اول جنين من البيضة، ودي كانت بداية جهاز. وفي وسط ما هم بيحتفلوا كان في بيضة تانية ظهر عليها الاختلاف، ولكن دي بداية الكارثة. وبعدها حصلت المشكلة فعليا، وجات الشرطة، وساعتها قدرت بيردي انها تهرب جاس مع ريتشارد وترجع المعمل علشان تاخد الجهاز اللاسلكي وتحاول تنقذ البشرية من الخطر. ومن وقتها بدأت حكاية جاس مع ريتشارد لحد ما نوصل بقى لوقتنا الحالي، وبيكون جاس معانا في الاوتوبيس، وامي بتكون اختارت لنفسها مكان في اخر الاوتوبيس علشان تبعد عن الكل ومحدش يتعدي منها. وفجأة بيمروا في طريق كده بتكون فيه عربيات قابت كلها محروقة والنار في كل مكان، والطريق بيقفل قدامهم. وبيقف تومي بالاوتوبيس، ولكن بيلاقوا دبابة ضخمة بتصوب عليهم المدفع بتاعها، وهنا بيلاقوا موتوسيكلات كتير وشباب بيقربوا منهم وبتنط على الاوتوبيس زعيمة الفريق ده واللي بتكون بير وبتحييهم. طبعا ده جيش الحيوانات اللي جاي علشان يحمي اوتوبيس المهجنين. اما بقى الدبابة فبتوجه المدفع بتاعها على العربية اللي موقفة الطريق قدام الاوتوبيس، وبكده على طول تنسي في الطريق قدامهم وتجهزوا. والمفاجأة ان بيطلع جوه الدبابة دي بوبي ومعاه الراجل بتاع اسياد الجو، بيفرحوا كلهم. ووقتها تايجر بتقول لبير تروح مع اصحابها، وهم هيتولوا بقى مهمة القضاء على جيش ابوت. وبيتلم شمل التلاتة من تاني، تومي وبير وكمان جاس. وبكده بيتحرك الاوتوبيس على اخر لحظة وجوه بير وبوبي. وبنرجع تاني للذكريات، وبنلاقي دكتور بيردي بعد ما هربت بالجهاز اللاسلكي وبتدخل اوضة الصيانة، وساعتها بتكلمها صاحبتها جودي علشان تطمن عليها. وللصدفة بقى بتلاقي بيردي الدولاب بتاع ريتشارد، ولما بتفتح بتلاقي صورة للعزبة بتاعته في ويلستون. وبكده بقى تعرف طريقهم وتطمن على مكانهم، لكن للأسف ساعتها بقى بيقبضوا على بيردي وبيخدروها علشان ياخدوها معاهم. وبنرجع من تاني لأوتوبيس تومي، وبتطمن بيردي عليهم وبتحكي لهم على اللي حصل، وبتقول لجاس انها تواصلت مع امه وكانت بتسلم عليه ووسطها تديله شريط الكاسيت ده. وجاس مش عارف ايه الشريط ده اصلا ولا يشتغل ازاي، فبيقول له تومي انه محتاج جهاز تشغيل. وفجأة بتقطع ابيجيل كلامهم وبتقول له تومي يعني يركن علشان يستريحوا. واول ما بير بتشوف ابيجيل بتعرف انها اختها الصغيرة ويندي، وبيعرفهم جاس على بعض. وبتفرح بير جامد انها اخيرا لقت اختها. وهنا خلاص وقف الاوتوبيس والاطفال بينزلوا يلعبوا شوية. وفي الوقت ده بتكون بير بتتواصل مع الجيش بتاعها، وبتعرف انهم وصلوا عند الحديقة بتاعت الحيوانات اللي فيها ابوت ورجالته محاصرينها. وبعد ما الاطفال تخلص لعبوا بيرجعوا للاوتوبيس من تاني، ولكن ايمي بتفضل شوية في الحديقة، فيروحوا لها تومي علشان يعرفوا مالها، فبتقول له على الحقيقة. فبيستغرب ازاي ده حصل لها، وهي بترد عليه بانها مش عايزة الاطفال يعرفوا اي حاجة، وعايزاه يوصلهم لبر الامان في البيت بتاع ويلستون. وبينام الاطفال في الاوتوبيس، وتاني يوم الصبح بيوصلوا لويلستون، وبيجروا كلهم يدخلوا القرية، وبيوصلهم جاسلة عند بيته القديم، وبيلموا المحصول علشان ياكلوا. لكن وقتها بتبدأ ايمي تتعب، ولما الاطفال يطلبوا منها تلعب معاهم مش بتقدر. وبير لما بتشوفها كده بتاخد العيال تعمل لهم مسابقات وتلعب معاهم علشان تريحها. وايمي بتعرف انها عرفت انها اتصابت، فبتشكرها ان هي ريحتها من الاطفال، فبتقول لها ان الاطفال بيحبوها هي وجيش الحيوانات، وبتوصيها تخلي بالها منهم بعدها. وتومي بيروح بيتجهز، فبيلاقيه قاعد كده على كرسي زي مكان بيقعد زمان مع ابو ريتشارد، فبيتكلم معاه تومي علشان يخفف عنه. ولكن جاس بيقول له ان هو عاوز يعرف كل حاجه، بس المشكله انه مش هيعرف يشغل الشريط بتاع امه. والمفاجاه لما كان تومي كده عمال بيدور في صندوق ريتشارد، لقى جهاز بيشغل شرايط الكاسيت. وساعتها بقى بيطلع جاس على سطح البيت علشان يسمع براحته، فبيسمع صوت امه وهي مسجله رساله لريتشارد، وبتقول له ان هي هتشرح له اللي حصل ومنعها انها تجيله. وبنرجع تاني لحلقه الذكريات بتاعه الدكتور بيردي، واللي لما تفوق بتلاقي نفسها في مكان غريب وماسكين لها بدله واقيه كده كامله علشان تلبسها. والمفاجاه انها بعد ما تلبسها بيدخلوها اوضه غريبه، وبيكون فيها جيليان المديره ولكن على فراش المرض، وده لانها حقنت نفسها بالماده اللي اكتشفوها. وبتقول لبيردي ان الماده دي اللي حقنوها في البيض، وطلع منهم بيضتين بس اللي فيهم اجنه، واحد منهم كان جاهز والبيضه الثانيه كان جواها الميكروب، وانه هينتشر بسرعه وهيقتل الكل. علشان كده جيليان بتقول لها ان الحل بتاع الفيروس هيكون في البيضه الثانيه، وطبعا هو جاهز. علشان كده جابوها النهارده علشان تقول لهم على مكان جاهز. بيردي عملت نفسها موافقه على كلامهم، بس بتسالها ليه خليتيها تروح الاسكا من الاول. ساعتها جيليان بتقول لها ان الدفتر اللي لقيته في السفينه هناك واللي كان بتاع جيمس ساكر اللي هو جد جيليان اصلا، كان عنده مرض وراثي وعرف ان الاسكا فيها العلاج، فراح بالسفينه لهناك، ولكن
لكن ما رجعش من تاني. ووقتها بيردي قررت انها تحمي ابنها وقالت لجيليان انها هتروح تجيب لها جاس، لكن في الحقيقة بيردي قررت انها هتروح ابعد مكان عن جاس علشان عارفة انها لو وصلت له هم هيوصلوا له، فقررت تروح وتشوف العلاج في الاسكا. وفي الوقت ده بتموت جيليان طبعا من الفيروس، وجاس بيتأثر بعد ما سمع الشريط وبيحس ان امه بعدت عنه علشان تحميه. اما بير فبتكلم تايجر في اللاسلكي علشان تعرف عملوا ايه، وبتحكي لها انها لقت اختها ويندي لكن خافت تقول لها على الحقيقه علشان ما تصدمهاش، بس تايجر بتقول لها انهم دلوقتي مستنيين ابوت يظهر علشان يقتلوه، وبتطلب منها تقول الحقيقه لاختها علشان تعوض اللي فات، فبتوافق بير وبعدها بتقول لها على مكانهم. بس المفاجاه بقى ان بعد ما تايجر بتنهي المكالمه بتلاقي ان ابوت قدامها. بير وقتها بتروح علشان تتكلم مع ويندي وتحاول تقول لها، ولكن مش بتلحق علشان ايمي كانت عماله بتناديها عاوز تتكلم معاها. تومي بيحاول بقى ان هو يعرف من جاس سمع ايه بالظبط في الشريط ده اللي خلاه متغير يعني، فبيقول له ان امه راحت الاسكا وانه عاوز يروح لها هناك، بس تومي بيفهمه ان الاسكا دي بعيده جدا وكمان تلج، وبيقول له ينفذ تعليمات امه اللي عايزه تحميه، وبيروح بقى يلعب مع الاولاد وينساها. وفعليا بيروح جاس ويلعب مع اصحابه. وقتها ايمي بتكون قالت لويندي على انها اتصابت، وبالليل بتجمع العيال حواليها علشان تقول لهم يتصرفوا ازاي من غيرها. وبيجي ميعاد النوم ولكن جاس لسه بيفتكر في امه، ولما بيصحى تومي من النوم ما بيلاقيش جاس على سريره، وبيفتكر انه هو هرب علشان يروح لألاسكا، فيدور في كل مكان لحد ما يلاقيها عند سور الحديقه، وبيقعدوا يتكلموا سوا لحد ما جاس بيسمع صوت، وكمان بير بتسمع حد بيقرب لعندهم. الكارثه بقى انها بتكون تايجر اللي جاي عليهم جري وهي بتموت بعد ما ضربها ابوت، وبتحذر بير ان ابوت عرف مكانهم وجاي وراها فلازم تهرب هي والاطفال. وللاسف ان فعليا ابوت بيكون خلص على جيش الحيوانات كله وقتلهم، وبيستعد علشان يروح والستون. واضح ان الاحداث كانت كتيرة على قدرة تحمل دكتور سينجو، علشان كده فقد اعصابه وكان بيدمر كل حاجة، واخيرا قرر ان هو يدخل للأوضة اللي فيها الفيروس واللي كان عملها علشان جاس يفتكر الاحداث القديمة. ولما دخل سينج اخد نفس عميق كده واغمى عليه، حتى ما شافش الحرب اللي دارت بين جيش الحيوانات وكمان جيش ابوت، واللي تايجر بتحكي تفاصيلها لبير دلوقتي قبل ما تموت، وبتقول لبير اخر حاجة وهي انها لازم تفضل جنب اختها. وجوني كمان لما لقى نفسه واقف كده بين جثث ملهاش عدد من جيش الحيوانات هو برضه فقد اعصابه، ولما جم يندهوله علشان اخوه ابوت عايزه بيجري بسرعه عشان يلم حاجته ويهرب من المكان الدموي، لكن للاسف ابوت بيلحقه قبل ما يمشي وبيرجعه علشان يكمل الطريق معاه وبيديله المسدس بتاعه. وفجاه بنلاقي ان الدكتور سينج ماشي في التلج وداخل لكهف كده وهو ماسك في ايده جاس اللي مصابه وبينزف دم، وعلى طول يقوم دكتور سينج من نومه وبيطلع كل ده كان حلم. وعلى الرغم ان هو بيشوف كميه الجثث اللي حواليه ولكن بيستغرب هو ليه مش متصاب ولا مات من الفيروس، وبيطلع بقى القرن جاس من جيبه ويفتكر ان السر مع جاس. ساعتها ايمي بتقول لتومي وجاس انها قررت تواجه ابوت وكمان عصابته لانها كده كده هتموت من المرض فلازم تخلص عليه، فبيوافق تومي على انه يحارب ابوت معاها، وبيقول لهم جاس انه عارف الحديقه حته حته وهيفضل معاهم علشان يحارب علشان لازم يحمي البيت بنفسه، بس عايزين يشوفوا مكان امن للاطفال التانيين بالنسبه بقى لبير. فبتكون بتدفن صاحبتها تايجر في الوقت ده، فتكلمها ايمي عن طريق اللاسلكي وتعزيها في صاحبتها وتقول لها انها بالرغم من خسارتها الجيش بتاعها بالكامل يعني، بس هي لسه قدامها فرصه لحمايه الاطفال ولازم تهرب بيهم لمكان امن وتخلي بالها منهم بعد كده يعني. وبتوافق بير على الخطه، بس قبل ما الاطفال تمشي بيتجمعوا حوالين ايمي وبيدوها الصخور اللي رسموا عليها هديه ليها وبيحضنوها كلهم، ولكن بيظهر ان ويندي مش متقبله فكره ان هي تسيبها. وفي نفس الوقت اللي بينطلق في الاطفال مع بير بيكون ابوت واخوه في الطياره ورايحين على ويلستون، وطبعا ابوت شايف ان اخوه اتغير وبقى مش عايز يكون معاه، لكن بيحاول ان هو يهديه ويقول له ذكرياتهم سوا علشان يكمل الموضوع، وبيفكر ان هو قتل ابوهم علشان كان بيهدده وكمان بيأذيه، وطول حياته كان بيحاول يحميه من شر العالم، وبيطلب من جوني ان هو يغني له زي زمان وينفذ جوني تعليمات اخوه وهو متدمر نفسيا. وفي الوقت ده بقى بيكون جاهز بيدور على كل الاسلحه والحاجات اللي ممكن انهم يحاربوا بيها ابوت وجيشه، وبيكون منهم بقى حقنتين للفيروس، وبيجهزوا الاسلحه وبينصبوا الافخاخ في الارض بتاعه الحديقه، وكمان بيعملوا الخطه بتاعتهم. وساعتها جاس بيلاحظ صباع ايمي اللي بيترعش، فبيعرف ان هي خلاص مصابه، لكن هي بتقول له انها مش خايفه من اي حاجه، المهم عندهم انهم يكونوا بامان. ساعتها جاس بقى بيولع النار في القش علشان يلفت نظر ابوت وجيشه لمكانه، لكن وقتها عائله اندرسون اللي كان بات عندهم تومي وجاس زمان هم كمان بياخدوا بالهم، وساعتها بيلاقوا بيرو معاها الاطفال المهجنين قدامهم
قدامهم، وبتقول لهم بير النجاس وتومي هما اللي دلوهم على المكان ده، وفعليا بيستقبلوهم. ووقتها بتكون طيارة أبوت وأخوه وصلوا عند بقية الجيش اللي مستنيهم عند سور الحديقة بتاعت جاس، فبيديهم أبوت الأمر علشان يكسروا السور. لكن بمجرد ما بيدخلوا الحديقة، جوني بيطلع المسدس وينشن على أخوه ويقول له ما يدخلش لجوه ويسيب الأطفال في حالهم. أبوت بيفهمه إن هو بيعمل كل ده علشان العلاج، بس جوني بيقول له إن دكتور سينج فشل في صنع العلاج وإن مفيش أي علاج من أساسه، وهو تعب من كتر الناس اللي عمالة تنقتل من حواليه. والمفاجأة إن أبوت بيرد عليه بمنتهى البرود وقال له إنه إداله المسدس ده مفيش أي رصاص، وبيقول له إن هو لو عاوز يمشي ويسيبه الطريق قدامه مش هيمنعه. بس للأسف بمجرد ما جوني يديه ظهره، أبوت بيديله الرصاصة ويخلص عليه ويسقط جون على الأرض ميت، ويقول لرجالته يدفنوه بعد ما يخلصوا المهمة في الحديقة. وتبدأ الأفخاخ تشتغل أول ما الجيش يدخل الحديقة، أول اتنين بيموتوا على إيد تومي، والتالت على إيد جاس، أما الرابع فبيكون على إيد إيمي، وهكذا بقى واحد ورا التاني يا عزيزي لحد ما يقدروا إنهم يخلصوا على الجيش بالكامل. ساعتها بقى بتكون بير واقفة مع ويندي واللي عايز إن هي تروح تنقذ أمها، ولكن بتمنعها علشان تحميها. الدور على الوحش الكبير اللي بيدخل يلاقي الجيش بتاعه كله ميت، واللي بيقابله بقى المرة دي بيكون هو تومي، وبياخده على طول ينزل فيه من الضرب من غير ما يسمح لأي حد إن هو يتكلم، بوكس ورا التاني من غير أي رحمة. ووقتها ويندي بتخلي بير تركب اللعبة وتقفل عليها وترجع لأمها علشان تنقذها. تومي لسه نازل ضرب في أبوت اللي كان بيحاول يستفزه، وبيقول له بقى إنهم قبضوا على مراته وابنه من بيتهم لأنهم كانوا مستنيينه بعد ما سابهم ومشى. وطبعا أبوت كان عمال يشتغله علشان يضربه في ركبته المصابة ويوقعه على الأرض، ويروح هو على البيت عند إيمي والأطفال. وساعتها إيمي بتعرف اللي حصل، فتدخل جاز في مخبأ جوه الأرض كده وتقفل عليه، وبتمسك البندقية بتاعتها وترفعها على رجالة أبوت. ووقتها بتوصل ويندي لمكانها، لكن واحدة من الحراس بتقبض عليها، وعلى طول بتنط عليها بير وتفضل تطحنها من الضرب ده لحد ما تخلص عليها. بس بير وهي بتحاربها بتقع منها سلسلة، وبتشوفها ويندي وبتاخدها، وبير بتطلب منها تفتحها علشان تعرف الحقيقة، وبتلاقي صورتهم سوا زمان. وقتها بتعرف ويندي ان بير هي اختها، وبتقول لها انها طول الفترة اللي فاتت بتدور عليها بعد ما رجالة أبوت كانوا اخدوها. لكن ويندي بتنصدم وبتسيبها وتمشي. إيمي بتقدر انها تموت الباقي من رجالة أبوت، بس للأسف بيقدر انه يهرب منها ويروح ياخد البندقية من ايدها. كان عمال بيهددها ان هو هيقتلها لو ما قالتلوش على مكان الأطفال، لكن هي بتوريله ان هي اتصابت خلاص وما يهمهاش اي حاجة. واول لما يعرف انها مصابة بيبعد عنها، بس هي بتنط بسرعة من وراه وبتديله الحقنة بالفيروس في رقبته، وبتقول له كده مبروك عليك انت كمان مصاب. ساعتها بيضربها فبتقع على الارض، وبتسقط منها ازازة الدواء بتاعة روي. ولما بيشوفها أبوت بيجري عليها علشان ياخدها، بس هنا بيقدر جاس ان هو يطلع من المخبأ بتاعه وياخد العلاج ده ويجري. وصاحبنا عمال بيجري وراه بالمسدس ويقدر ان هو يصوب على رجله، وجاس لسه عمال بيهرب برضه لكن ما يقدرش يتحمل ويسقط على الارض. وبعدها أبوت بياخد منه الدواء ويصوب المسدس عليه. لما بيوصل بقى تومي بيحاول يوقفه، لكن أبوت بيهدده ان هو هيضربه هو كمان. وساعتها جاس بيصرخ بكل قوته، وحصلت مفاجأة جامدة، لو قطاع كبير جامد من التيران البرية هجموا عليهم وكلهم داسوا على أبوت، ولكن ما كانوش بيقربوا من جاس وكأنهم بيحموه. وساعتها كانت بير وويندي في الحديقة، ولما شافوا التيران بير أخدت أختها في حضنها علشان تحميها، وكلهم مستغربين من قوة جاس الجديدة. وبعدها بتروح ويندي لعند أمها اللي بتموت وبتتكلم معاها، بس المشكلة إن أبوت بيكون لسه في الروح وبيحدف آخر سهم في حياته وبيجي في ظهر جاس. كلهم بيصرخوا ويجروا على جاس، وبعدها بنلاقي الأطفال كلها متجمعين في جنازة وعمالين بيعيطوا، ولكن دي بتكون جنازة إيمي اللي خلاص ماتت. أما بالنسبة لجاس فتعالج ونايم في سريره، وتومي بيسمع بقى شريط بيردي أم جاس. وفي نفس الوقت بير بتلاقي كتاب قديم لريتشارد وبتعرف منه عنوان الأم في ألاسكا. أما بقى جاس فبيحلم إن هو راح لألاسكا وماشي في التلج هناك، وسمع صوت بينادي عليه، ودخل لجوه كهف ويلاقي إن أمه تعبانة وبتطلب منه ينقذها. وبيفوق جاس من نومه ويلاقي إن تومي وبير وويندي جنبه، ولما بيحكي لهم على اللي شافه بيقولوا له إن كلهم اتفقوا إنهم هيروحوا معاه لألاسكا. وتاني يوم تبدأ الرحلة على ألاسكا يا عزيزي بقيادة تومي وبير وجاس وكمان ويندي، كلهم قادة يعني. ده بعد ما أخيرا خلصوا على جيش أبوت. وساعتها بنلاقي دكتور سينج وصل لبيت جاس ولقى الورقة اللي فيها عنوان ألاسكا، فقرر يروح لهم هناك. أما هيلين فبتعرف إن صاحبها أبوت خلاص مات وإن مفيش أي علاج ولا كلام فاضي، لكنهم لقوا في الحديقة تسجيل لدكتور سينج واللي كان بيستخدمه علشان يسجل خطوات صنع العلاج، فبتقول لهم يفرغوا التسجيل ده ويعرفوا الطريقة. وفي نفس الوقت بتقطع اللحمة علشان تأكل جيش
تحميش الأسود اللي بتربيه علشان تبدأ به الحرب الجديدة، ويظهر انها هتكون خليفة جيش آبوت. ودي نهاية الموسم الثاني. لو نزل الموسم الثالث هعمله لكم. اشتركوا في قنواتي، اشوفكم في الحلقة الجاية، وبس كده.